السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل الرحلة بتاعتنا في شابتر النيو بورد، الشابتر اللذيذ الجميل السهل القصير خالص اللي ما تزهقش منه. الشابتر كله أو الباقي الجزء معلش بيتكلم عن الجوندس أو الجوندس اللي بيحصل في النيونيت، فنقول عليه حاجة اسمها نيونيت الجوندس. لوجيك جدا. دي العناوين اللي هنتكلم عليها، شوية فيسيولوجي الأسباب اللي بتعمل الموضوع ده. هتعرف إن في شوية أسباب فيسيولوجيكال حاجات طبيعية، وفي أسباب باثولوجيكال، ودي قائمة ليست كده تقريبا من صفحتين بأمراض ملهاش أي تلاتين لازمة إنك تعرفها حاليا. يعني أونست أوف ديزيز، يعني المرض ده بيحصل إمتى وكده. يعني بريست ميلك جوندس، كليجر نيجارجي، أنواع من الجوندس، بيبدأ يتكلم عنها بشوية تفصيل. هيموليتيك ديزيز أوف نيو بورن، دي أمراض بتكسر فيها الأر بي سيز وبالتالي بتعمل لك جوندس. شوية أمثلة عليها، أر اتش إي بي أو، ازاي بقى بنعالج الكلام ده كله؟ بنعالج بحاجتين، فوتوثيرابي واكستشينج ترانسفيوجن. كل واحده من دول تقريبا صفحه بيشرح لك الميكانيزم بتاعت العلاج دي. واخيرا الكرونيك تراس، وهي اخطر كومبليكيشن ممكن تحصل في النيونيتال جوندس. تعالى كده نخش ندي مقدمه في الاستراتيجي عن الموضوع بتاع الجوندس. تعالى نتكلم عن الحاله الطبيعيه. الحاله الطبيعيه انك بيكون عندك ار بي سيز قدامك، هي جميله اهي. الار بي سيز دي مش بتفضل قاعده طويله بنفس المنظر ده، الار بي سيز دي بعد كده الجسم بيبدا يكسرها. بيبدا يكسرها ليه؟ لان العمر الافتراضي بتاعها بيبدا يخلص. بيكسرها بيحولها لايه؟ بيحولها لان كونجوجيتد بيلروبين. بيطلع من الار بي سيز دي المكسره دي ان كونجوجيتد بيلروبين. الار بي سيز دي بتكسر في الطبيعي عندنا عندي وعندك تقريبا عند 120 يوم، في الاطفال تقريبا النيو بورن من 50 ل 70 يوم. الرقم ده مهم، يعني هنعرف فايدته دلوقتي. المهم الار بي سيز دي اتكسرت، طلع منها ان كونجوجيتد بيلروبين، هيبدا يمسك في الالبيومين ويمشي في الدم. تمام، ماشي في الدم، ماشي في الدم، ماشي في الدم، يوصل لحد الايه؟ الليفر. الليفر هيقابله انزيم اسمه جلوكرونايل ترانسفيريز. الجلوكرونايل ترانسفيريز ده هيمسك الانكونجيوجيتد بالروبين يحوله لكونجيوجيتد بالروبين بانه يعمل له حاجه اسمها كونجيوجيشن. تمام، دلوقتي اتكون عندك كونجيوجيتد بالروبين. الكونجيوجيتد بالروبين ده بيتخزن في الجول بلادر اللي موجوده قدامك هنا، هي اللي هي مش باينه. دلوقتي انت اكلت وجبه فيها دهون موجوده قدامك في الانتستين، هي نزلت في الانتستين، الجسم هيحس بالموضوع ده، يبدا يعمل سيكريشن من الجول بلادر للكونجيوجيتد بالروبين اللي موجود ده، ينزل الكونجيوجيتد بالروبين يوصل لحد الديودرم ويعمل ايه؟ يساعد في هضم هذه الدهون. هضمت الدهون والدنيا بقت زي الفل، خلاص نعمل بقى ايه؟ البلوربين اللي موجود قدامك هنا ده ماده ايه؟ مش حلوه، ماده ممكن تعمل دامج للبرين زي ما انت شايف هنا اهو. البرين ده البلوربين ده بتبدا تاثر عليه، فاحنا محتاجين نتخلص من البلوربين ده. فجزء منه بينزل في الانتستين تمام مع الفيسز، جزء تاني بيخش في حاجه اسمها انتيرو هيباتيك سيركيوليشن، بيقوم طالع للليفر تاني ويقوم لف اللفه دي كده تاني عن طريق البورتال فين. المهم يعني، واثناء هذه اللفه بينزل منه جزء في الكدني، فانت عندك بتخلص من جزء في الكدني وجزء في الايه؟ في الانتستين. مشكلتنا بقى في الجوندس ده حاجه من ثلاثه ما لهمش رابع. النقطه الاولانيه بتبقى نقطه ان الاربسيس دي بتتكسر بزياده اكتر من الطبيعي، فبيطلع معاك ان كونجوجيتد بلوروبين عالي اكتر من الطبيعي، فبيحصل عندك هايبر بلورينيميا او جوندس. السبب الثاني، وده الموضوع ده بتقول عليه لانه في الدم او قبل الليفر، بتقول عليه حاجه اسمها بري هيباتيك. في اسباب هيباتيك بتبقى مشكله في الليفر نفسها، يعني الليفر ده عمال تتكسر، الخلايا بتاعت الليفر عماله تتدمر، فبالتالي بيحصل ان الكونجوجيتد بلوروبين اللي موجود في الليفر والان كونجوجيتد بلوروبين اللي موجود برضه في الليفر بيبداوا يتسربوا ويخرجوا من الليفر، يمشوا في الدم، يعملوا لك ايه؟ يعملوا لك هايبر بلوريميا، بتقول عليها ميكسد او هيباتيك. تمام. النوع الثالث اوبستراكتيف جوندس، ودي بيكون في مثلا تيومر او اي حاجه سد المنطقه دي، فبالتالي الكونجوجيتد بلوروبين ما بيبقاش عارف ينزل لتحت عندي، وبيحصل له ريفلكس كده، ريفلكس ويبدا يطلع لفوق عند الليفر ومنه للدم، فبيزيد معاك الكونجوجيتد بلوروبين. تمام، يبقى ثلاث اسباب: بري هيباتيك في الدم، هيباتيك في الليفر، واوبستراكتيف بعد الليفر او بوست هيباتيك. الكتاب بتاعك مش كاتبها كده، بس مش كاتب التقسيمه كده بالظبط، بس انت هتلاقي التقسيمه دي في كل الكتب بتاعت البطنه، واعتقد عدى عليك الكلام ده كله قبل كده. انت عارف وانا عارف ان الار بي سيز عشان تقدر تشيل اكسجين محتاجه بروتين اسمه هيموجلوبين. فين الهيموجلوبين ده؟ الهيموجلوبين قدامك هنا اهو، عباره عن جزئين، هيم وجلوبيرين. الجلوبيرين اللي هي الحاجات دي، والهيم هي الاجزاء الجميله دي. الهيم ده بيشيل معاك عباره عن جزئين، لما يبدا يتكسر بيتكون معاك حديد ده ملناش دعوه بيه، بيتكون معاك ماده اسمها بيليفيردين ملناش دعوه بيها، هتتحول بعد كده لبيليروبين، هي دي اللي هتعمل لك مشاكل. عشان كده كتر تكسير الار بي سي كتير بيكسر معاها هيموجلوبين كتير، بيطلع معاك بالروبين كتير. دي رسمه اللي موجوده في الكتاب عندك، هي رسمه جميله جدا بصراحه، بس يعني بيكسل شويه عندي معلش. في الدم عندك في تكسير اكسترا فاسكولار انتر فاسكولار هيموليسيس، ايا كان تكسير الار بي سيز اللي عندك دي، يطلع معاك بالروبين ان كونجوجيتد بالروبين، يمشي في الدم عن طريق الالبيومين، يبدا يوصل للليفر، يوصل على شكل ان كونجوجيتد بالروبين، دي الخلايا بتاعت الليفر الهيباتوسايت
جلاتوسايت يوصل كانكونجيوكيتد بيلروبين، يتحول لكونجيوكيتد بيلروبين عن طريق ان يحصل له كونجيوجيشن تو جلوكورونيك اسيد عن طريق انزيم اسمه جلوكورونايل ترانسفيرز. الكونجيوكيتد بيلروبين ده بيتنقل عن طريق البايل سيستم ويوصل لحد السمول انتستين على شكل كونجيوكيتد بيلروبين. الكونجيوكيتد بيلروبين ده هيتحول بعد كده عن طريق البكتيريا اللي موجوده في الانتستين لماده اسمها يوروبيلينوجين. في التيرمينال ايام بالظبط، يعني هيبدا يمشي شويه كده، وعند التيرمينال ايام بيحصل ري ابزوربشن لجزء من اليوروبيلينوجين ده تقريبا 10% زي ما مكتوب عندك هنا اهو، عن طريق الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن او حاجه اسمها بورتال فين، ويبدا يرجع تاني لحد الليفر. بعد ما يرجع للليفر بيرجع تاني للدم ويروح يتنقل للكدني ويحصل له سيكريشن في الكدني. تمام. او اليوروبيلينوجين ده 90% منه بينزل مع الفيزيس. تمام، خلي بالك ان احنا بنحاول نتخلص من اليوروبيلينوجين او بنتخلص من البيلروبين عن طريق الكيدني او عن طريق الانتستين. تمام. في كتاب عندك بيبدا بقى الكلام عن نيوتال جونتس، كلام علمي شويه او كلام كلينيكال شويه، بيقول لك الديفينيشن بتاعك هو يروش ديسكلاريشن. يروش مش يروش. تمام. في السكن، في الكونجنكتيفا، في الميوكوس ميمبرين. ده في السكن ودي في الكونجنكتيفا، وما لقيتش صوره للميوكوس ميمبرين. فالمهم يعني ده بيحصل لما السيرم بالروبين يعدي رقم 5، اكيد الرقم ده مهم جدا مش محتاج اقول لك. يعني اسباب الجوندس بنقسمهم كده لسببين كبار جدا جدا جدا. اول حاجه اسمها فيسيولوجيكال جوندس، ودي حاجه نورمال، حاجه فيسيولوجيكال. السبب الثاني وهي حاجه اسمها ايه، باثولوجيكال جوندس، وده صنف كبير جدا من الامراض. المهم يعني الفيسيولوجيكال جوندس دي هو الموست كومن تايب، بيحصل تقريبا في 30% من النيو بورن، فهو حاجه مهمه جدا انك تكون عارفها، بتكون عارف اسباب بتحصل ليه، وتكون عارف بتشخصها ازاي وكل المعلومات اللي عليها، لانها حاجه كومن جدا جدا جدا، ولان الجوندس اصلا لحد ذاته ممكن يكون حاجه خطيره جدا. فانت لازم تكون لما تشوف حد اصفر تبقى عارف هو فيسيولوجيكال جوندس ولا باثولوجيكال جوندس. السؤال الاولاني بقى، ليه فيسيولوجيكال جوندس بيحصل؟ ليه العيل ده بيتولد بالمنظر اللي قدامك ده، مثلا يتولد لونه اصفر، او دي مش نيو بورن، دي حد كبير شويه. المهم يعني العيل بيتولد اصفر شويه، ليه ممكن يعمل كده؟ مديك في كتابك 3 اسباب. رقم واحد، الار بي سيز فوليوم عالي. الفوليوم بتاع الار بي سيز اللي هو بالمناسبه ده الفوليوم بتاع الار بي سيز اللي هو الهيماتوكريت عالي، اعلى من الطبيعي تقريبا حوالي 60%، عندنا تقريبا بيكون 45%، مش موضوعنا الارقام دلوقتي. المهم يعني الار بي سيز فوليوم اللي عالي ده مع الشورت لايف سبان بتاعت الار بي سيز، شورت لايف سبان، الار بي سيز تقريبا بتقعد تقريبا من الار بي سيز بتاعت النيو بورن دي عندها شورت لايف سبان، يعني بتتدمر بعد فتره قصيره جدا، اكتر من او اقل من الادلت. الادلت عندنا بتتكسر بعد 120 يوم، لا هم عندهم بتتكسر بدري شويه تقريبا بعد 70 او 90 يوم. فانت عندك ار بي سيز اصلا حجمها اكتر من الطبيعي، والمده بتاعتها بتعيش فتره اقل من الطبيعي، فبالتالي عندك تكسير اعلى للار بي سيز، فبالتالي عندك فرصه اعلى ان يحصل لك ايه، جونز. تمام. السؤال الاولاني ممكن تساله نفسك، ليه الار بي سيز اللي الحجم بتاعها عادي؟ لان ده طفل يا حبيبي، عنده محتاج كميه دم اكتر من الطبيعي، مش زيه وزيك. احنا عندنا النمو عندنا لحد ما ابطا بكتير من الطفل، الطفل ما عايز نمو عالي فمحتاج ار بي سيز عاليه. انت فهمت الفكره، شورت لايف سبان، لان الار بي سيز بتاعته لسه ايماتيور، بتتكسر بعد فتره سريعه، مش قادره تعيش نفس المده اللي تقدر تعيشها الار بي سيز بتاعت الاطفال. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، اماتيوريتي اوف جلوكرونايل ترانسفيريز انزيم، الانزيم اللي بيحول الان كونجوجيتد بالروبين لكونجوجيتد بالروبين لسه اماتيور، فعندك بيزيد الان كونجوجيتد بالروبين فيحصل لك ايه، يحصل لك جوندس. مديك السبب هنا وقال لك بسبب اماتيوريتي، الطفل ده لسه اماتيوريتي في النظام، الانزيمات بتاعته لسه اماتيور عشان ده طفل. تمام. السبب الثالث، رابيد انتيرو هيباتيك سيركيوليشن، السايكل اللي بتحصل دي ان الكونجوجيتد بالروبين يتحول يوروبيلينجن، يوصل اليوروبيلين ومنه ينتقل يلف تاني، و اللفه دي كلها السايكل دي كلها بتقول عليها انتيريو هيباتيك سيركيليشن، بتبقى اسرع في النيو بورن عن الادلت. تمام. النقطه اللي بعدها ممكن تسال، ليه الانتيريو هيباتيك سيركيليشن دي سريعه؟ تمام، فهمنا ليه لما تبقى سريعه تعمل لك جوندس. طب لو ليه اصلا هي سريعه؟ لان الطفل ده لما يكون الطفل ده لسه مولود، فالانزيمات بتاعته بتاعت الجي اي تي بتاعته لسه مش ماتيور كفايه، فالاكل لما بيوصل مثلا الاكل الموجود هنا في الانتستين بياخد وقت طويل لحد ما يتكسر، فكميه البيلروبين اللي الجسم عمال يكونها اسرع من الطبيعي. تمام. فالبيلروبين يرجع تاني للليفر، لسه الاكل موجود، ينزل بيلروبين تاني يقوم راجع تاني للليفر. تمام. البيلروبين الكتير اللي عمال يتكون ويتصنع ده ممكن يوصل تاني لحد بلاد يعمل لك ايه، يعمل لك جونز. يبقى تاني عندك 3 اسباب، الار بي سيز حجمها كبير وشورت لايف سبان، بتتكسر بعد فتره طويله جدا، بعد فتره قصيره جدا، الانزيم بتاعك لسه اماتيور، واخيرا السيركيوليشن بتاعتك سريعه. مهم جدا تبقى عارف ان الفيسيولوجيكال جوندس ده بيظهر في تاني وتالت يوم، مش بيظهر ابدا في اول يوم. شويه ارقام بقى اللي جايه دي كلها، قال لك ان الفيسيولوجيكال جوندس ده بيقعد اسبوع في الفول تيرم واسبوعين في البري تيرم. عشان تشخصه بتقول ان التوتال سيرم بالروبين بيكون مش اعلى من 12،
في الفول تيرم ومش اعلى من 15 في البريماتشور. من الاخر كده يعني النورمال ان هو يكون 12، النورمال ان هو يكون 15. لو عالي عن 15 او عالي عن 12 ده معناه ان باثولوجيكال جوندس. نفس الكلام هو بيقول لك ان المعدل العلو بتاعه يوميا مش اعلى من 5، يعني لو عالي عن 5 بتقول عليه باثولوجيكال جوندس. واخيرا بيقول لك ان الدايركت سيرم بيلروبين مش اعلى من 2، يعني لو عالي عن 2 بيكون ايه؟ بيكون باثولوجيكال جوندس. تمام، يبقى اعلى من 12، اعلى من 15، اعلى من 5، اعلى من 2، دي كده ايه؟ باثولوجيكال. 12 15 5 2 دول فيسيولوجيكال. الطفل ده عنده جود جنرال كونديشن، ما عندوش اي مشاكل خالص، الموضوع ده فيسيولوجيكال حاجه طبيعيه جدا. بعد شويه بتقوم ايه؟ بتقوم خفه. قال لك بعد شويه قد ايه؟ قال لك اسبوع في الترم، اسبوعين في البري ترم. معلومه مهمه عشان تفهم فكره الارقام بتاعت الجوندس في النيو بورن، بتبقى اعلى من الطبيعي في الادلت. مثلا عندنا التوتال بيلروبين اصلا كونجيوجيتد وان كونجيوجيتد على بعض بيكون واحد، واحد بس، لا ده هنا 12، فاخد بالك من الفرق. خد بالك بقى ان الفرق بين التوتال بيلروبين بتاعنا اللي هو واحد والتوتال بيلروبين بتاع النيو بورن النورمال اللي هو 12، الفرق ده كله بيبقى حاصل فيسيولوجيكال. دي حاجه فيسيولوجيكال طبيعيه جدا، هتخلي الطفل ده يظهر عليه شويه صفار بس، الموضوع ده طبيعي ونورمال. تمام، مع الوقت الدنيا بتاعت الطفل تبقى ماتيور وتبقى قادره تتعامل مع كميه البيلروبين دي، وتبدا تقل الاتنجان لحد ما توصل للرقم الطبيعي اللي عندي وعندك. اول ما يجيلك سؤال في الام سي كيو ان الطفل ده عنده جوندس، تبدا تفكر على طول يا ترى هو فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال. اول حاجه تبص عليها عمر الطفل ده وانت ظهر عليه الجوندس. والله لو ظهر عليه الطفل في الماوس، لو ظهر عليه الجوندس ده بعد يومين او ثلاثه، على طول تفكر ان هو ايه؟ فيسيولوجيكال. لو ظهر عليه في اول يوم، لا شك على طول، شك على طول ان هو ممكن يكون باثولوجيكال. والله لو الطفل ده العمر بتاعه قالك ان هو قعد اسبوع او اكتر او اسبوعين او اكتر، لو حسبه فول تيرم ولا بري تيرم، على طول ده ممكن تفكر ان هو باثولوجيكال جوندس. لو اقل من كده اسبوع او اسبوعين بس، على طول فول تيرم. توتال سيرم بالروبين 12 فول تيرم 15 بري تيرم، اعلى من كده على طول باثولوجيكال. الديلي رايز في السيرم بالروبين 5، ده نورمال فيسيولوجيكال. اكتر من 5 ده كده باثولوجيكال. كونجوجيتد بالروبين او الدايركت بالروبين بالمناسبه، مش رقم 2 ده نورمال، اكتر من كده ده مش نورمال. الجنرال كونديشن بتكون هنا كويسه جدا، هنا ممكن يكون مع اسوشيشن، لان على حسب بقى المرض هيبقى معاه ايه؟ حاجات مختلفه، فالور، هيباتوسبرينوميجالي، وبور سايكلينج. تمام، خلي بالك بس ان الكونجوجيتد هو الدايركت بالروبين، اللي هو كان مكتوب هنا برضو فين؟ هنا الدايركت بالروبين هو نوع الكونجوجيتد، والاندايركت بالروبين هو الانكونجوجيتد بالروبين. تمام، الحته اللي جايه تقيله شويه، معلش فسخن كده، معلش معايا. هتقولي اللي فات كان سهل يعني؟ اقول لك اه بصراحه شويه مقارنه باللي جاي، فاللي فات كان سهل، بس ان شاء الله يعني ما يكونش صعب عليك. يلا اشتغل كده معايا. المهم احنا دلوقتي هنتكلم على اسباب الباثولوجيكال جوندس. تمام، اسباب الباثولوجيكال جوندس حاجتين، الكتاب بتاعك مقسمهم لك لانكونجيوجيتد هايبر بليورينيميا. السبب الثاني او النوع الثاني كونجيوجيتد هايبر بليورينيميا، باختصار شديد جدا يعني ممكن يكون زايد الانكونجيوجيتد بالروبين او يكون زايد الكونجيوجيتد بالروبين. تمام، الانكونجيوجيتد هنبدا بالانكونجيوجيتد بالروبين كده، ليه سببين ممكن يخليهم يزيد. رقم واحد هيموليتيك، في ار بي سيز موجوده هنا في الدم، الار بي سيز دي ممكن تتكسر تطلع لك انكونجيوجيتد بالروبين، فبالتالي يزيد الانكونجيوجيتد بالروبين. تمام، كلامنا هنا ده كله بنتكلم ايه اللي ممكن يخلي الار بي سيز تتكسر باختصار شديد. ده موضوع هتاخدوه ان شاء الله في الشابتر البلاد اسمه هيموليتيك انيميا، ازاي الهيموليتيك انيميا بتحصل. ممكن يكون انتي بودي تبدا تكسر هذه الار بي سيز، حسب بقى الانتي بودي دي طلع تبع ايه، ار اتش انكومباتيبلتي واي بي انكومباتيبلتي، يعني هنتكلم عليهم كمان شويه. فدول بيطلعوا انتي بودي ضد الار بي سيز بيخليها تتكسر. نون اميون، حاجات مالهاش علاقه بالمناعه. انفكشن زي السيبتسيميا، شويه بكتيريا موجوده هنا اهو في الار بي سيز هتقوم ايه؟ مدمره هذه الار بي سيز. انزيم ديفيشنسي زي الجي 6 بي دي ديفيشنسي، باختصار شديد جدا هذا الانزيم بيحول الجلوتاثيون لجلوتاثيون، او باختصار شديد جدا هذا الانزيم الجي 6 بي ده بيحول الجلوتاثيون لريديوسد جلوتاثيون. نقص الانزيم مش هيكون هذا الريديوسد جلوتاثيون ويزيد الجلوتاثيون، فبالتالي الوظيفه اللي كان بيقوم بيها هذا المركب هتبوظ. ايه بقى الوظيفه اللي كان بيقوم بيها هذا المركب؟ انه كان بيحمي هذه الار بي سيز من اي اوكسيديتيف ستريس، يعني اي ضغط او اي فري راديكال بيحمي الار بي سيز. مفيش الماده اللي بتحمي الار بي سيز، فلو الار بي سيز تعرضت لاي ستريس هتتدمر بسهوله. ده موضوع برضه هتاخده في البلد. المشكله الثالثه هيموجلوبين ديفكت زي الثلاسيميا، في ديفكت في تركيب الهيموجلوبين، فالجسم بيتعرف على هذه الار بي سيز انها غريبه فيقوم مدمرها. ميمبرين ديفكت زي الكونجنتال سفيروسايتوز، ده الميمبرين بتاع الار بي سيز، لسبب ما ممكن يكون في ديفكت هنا. الديفكت ده بيقوم مخلي الار بي سيز تعدي او
خليها بريميبل للميه والصوديوم، فتقوم شافطه ميه وشافطه صوديوم، فالار بي سي دي تتنفخ، بدل ما هي ار بي سيز شكلها كده شكل المميز بتاعتها، لا تبقى منفوخه زي شبه الكوره، فبنقول عليها حاجه اسمها سفيروسايتوزيس، او ممكن هيمورج حاصل زي السفالو هيماتوم اللي كانت هنا دي كده، كانت بتحصل سبري اوستيال هيمورج بسبب ايه؟ بسبب تروما او انجري ممكن تحصل على الطفل اللي كان لسه مولود. فكل ده يكسر لك الار بي سيز ويعمل لك هيموليتيك انكونجيوجيتد هايبر بليورنيميا. تمام، تاني كده سريع، ممكن يكون اميون زي الار اتش انكومباتيبلتي والاي بي او، ممكن يكون بكتيريال زي السيبتسيميا، ممكن يكون مشكله في الانزيم اللي هو الجي 6 بي ديفيشنسي، وممكن يكون مشكله في الممبرين اللي هو الايه السفيروسايتوزس، واخيرا ممكن يكون مشكله في الهيموجلوبين زي الثلاسيميا، ممكن يكون هيموريدج زي الهيماتوما. تمام، ده كده النوع الاولاني اللي هو الهيموليتيك. النوع الثاني نون هيموليتيك، وده مشكلته ان في مشكله في الكونجيوجيشن، شايف المرحله بتاعت الكونجيوجيشن دي اللي بتحول من ان كونجيوجيتد بالروبين لكونجيوجيتد بالروبين، فيها ديفكت. الديفكت ده هيخلي ايه اللي يحصل؟ هيخلي الان كونجيوجيتد بالروبين يزيد ويعمل لك باثولوجيكال جوندس. الاسباب بتاعتنا بريست ميلك جوندس، كريجر نيجار سندروم، والفيسيولوجيكال جوندس اللي انا لسه مكلمك عليه من ورا. سيبك من اول اتنين دلوقتي، هكلمك عليهم كمان شويه. الفيسيولوجيكال جوندس لو انت فاكر قلت لك، انا ما قلتلكش ليهم ثلاث اسباب. اهم سبب بيخلي الفسيولوجيكال جوندس ده يحصل الاماتيوريتي بتاعت الانزيم اللي موجود هنا، ده اللي بيحول الانكونجيوجيتد لكونجيوجيتد، فالانزيم ده اماتيور فبيزيد الانكونجيوجيتد. تمام، افتكر بقى الكونجيوجيتد الكونجيوجيشن ان بيبقى فيها مشكله في الكريجر نيجار سيندروم، الجي مع الجي والكلام ده كله. تمام، نستعمل لون احمر هنا. اخر واحده معانا، في مشكله ديفكت في الابتيك اوف ذا ليفر لهذا الانكونجيوجيتد بالروبين. الانكونجيوجيتد موجود في الدم اهو، لازم يحصل له ابتيك ويخش الايه الليفر او الهيباتوسايت. المشكله دي ما مش موجوده، الليفر ده مش عارف يعمل الموضوع ده، فبيعمل لها حاجه اسمها جيلبرت سيندروم. افتكرها ان الليفر ده عنده مشكله في جلب او احضار هذا الانكونجيوجيتد بالروبين، فبيزيد في الدم ويعمل لك باثولوجيكال او انكونجيوجيتد او نون هيموليتيك جونز. تمام كده، النوع الثاني وهو الكونجيوجيتد هايبر بيلورينيميا بينقسم لنوعين، هيباتو سيلولار او بيليري. باختصار شديد، هيباتو سيلولار بتمثل حدوث ليفر دامج، بيليري بتمثل حدوث بيليري بايل ستيز. ايه المشكله في الليفر دامج ده؟ بص كده اللي قدامك، دي هيباتو سايت، ارجع ارجع ارجع، دي هيباتو سايت. الهيباتو سايت دي لما اتدمرت اللي بيحصل، بدا يحصل مسافات ما بينها بدات تبوظ، فبدا يحصل ريفلكس للايه للبايل من البايل سيستم. تمام، دي اول مشكله. ثاني مشكله، الهيباتوسايت دي اصلا بتحول الان كونجيوجيتد بالروبين لكونجيوجيتد بالروبين، فلو حصل مشكله في الهيباتوسايت الكونجيوجيتد بالروبين اللي كان متكون هنا هيحصل له ريفلكس ويرجع للدم تاني ويعمل لك ايه، يعمل لك كونجيوجيتد هايبر بلورينيميا. دي نقطه الليفر دامج. مشكله نقطه البايل ستيزس سهله جدا برضو. افترض مثلا انك عندك ادي البايل فيها ستيزس، فايه اللي بيحصل فيها؟ كونجيوجيتد في كونجيوجيتد بالروبين اتكون هنا، هيبدا يحصل له ريفلكس ويطلع يطلع يرجع لحد الليفر، ومنه يرجع لحد الدم، يعمل لك كونجيوجيتد هايبر بلورينيميا. تمام تمام ايه الاسباب بقى اللي بتعمل الكلام ده كله؟ تعالى نبدا بالاسباب البيلير لانها اسهل بكتير، او اقصر يعني مش اسهل، هي اسهل هي اقصر. اول حاجه البايل داكت اتريزيا، شايف البايل داكت اللي قدامك دي فيها اتريزيا مسدوده، فايه اللي بيحصل؟ في كونجيوجيتد بالروبين كان المفروض ينزل ويوصل لحد الانتستين، ما بقاش عارف ينزل، فبيبدا يطلع على الليفر، منه يطلع على الدم ويعمل لك كونجيوجيتد هايبر بلورينيميا. في سبب تاني اسمه كولوديكال سيست تقريبا، انا بنطق صح، بيبقى في مشكله ان في حاصل دايليتيشن في السيست بتاعت البايل قدامك دي بتاعت البايل داكت. فبرضه ايه المشكله؟ الدايليتيشن ده بيبدا يعمل دامج، او يبدا يعمل يشد على كل ما يتوسع اكتر واكتر بيحصل دامج معايا للبايل داكت، وبالتالي البايل داكت دي ما بقتش عارفه تعمل كونتراكشن زي الاول، فبالتالي ما بقتش عارفه اتحرك البايل من هنا تنزله هنا، فالبايل واقف فيها هنا، ففيها بايل ستيزس فتتسع اكتر، فيحصل دامج للمصل كونتراكتيز بتاعتها اكتر واكتر، فبالتالي ما بتبقاش عارفه تنقبض وتطلع البايل، فيحصل بايل ستيزس. تمام، يبقى اول سببين بايل داكت اتريزيا البايل واقف، او السبب الثاني كولوديكال سيست برضه بيكون فيها البايل واقف. تمام، النقطة الثانية هي النقطة بتاعت الهيباتو سيلولار، بيقسمها لك لواحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع نقط أساسيين بس كلهم شبه بعض تقريبا. النيونيتال هيباتيتس باي تورشي انفكشن، التورشي انفكشن دي شوية بكتيريا وفيروسات هتعمل دامج للليفر، للخلايا بتاعت الليفر، فالخلايا بتاعت الليفر تموت ويتصل لك ان كونجيوجيتد او كونجيوجيتد هايبر بيلورينيميا. النقطة الثانية الميتابوليك ليفر ديزيز زي جالاكتوزيميا، تيروزينيميا، الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، كل دي امثله كتير ممكن اعد لك 20,000 حاجه تبع الميتابوليك ليفر ديزيز، فمش موضوعنا خالص. بس باختصار شديد جدا، الجالاكتوزيميا مثلا بيكون عندك الجالاكتوز الموجود ده ليه باسوي المفروض يتكسر،
في جالاكتوزين، يعني في زياده في الجالاكتوز ده بسبب نقص في الانزيمات اللي المفروض تكسر الجالاكتوز. زياده الجالاكتوز دي وزياده بيبقى معاها يعني الجالاكتوز بدل ما كان بيتحول في البصويل السليم ده الطبيعي بدا يتحول لحاجات تانيه، الحاجات دي بتعمل دامج للليفر فتدخلك في ايه؟ فتدخلك في هيباتوسيلولار كونجيوجيتد هايبر بلورينيميا. ده بالنسبه لك للجالاكتوزيميا. التيروزينيميا والله نفس الكلام بالظبط، التيروزين ده لما يبدا يزيد بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يعمل لك دامج للحاجات التانيه للخلايا بتاعت الليفر فيدخلك في كونجيوجيتد هايبر ايه بلورينيميا. الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، الانتي تريبسين ديفيشنسي ده حاجه احنا بنطلعها ضد البروتييز او حاجه بتمنع البروتييز، فبالتالي البروتييز ده لما يحصل فيه زياده فيبدا يكسر ايه؟ يبدا يكسر الخلايا، من ضمنها بقى خلايا الليفر، خلايا البايل، المهم في الاخر الخلايا تتدمر ويحصل لك ايه؟ كونجيوجيتد هايبر بلورينيميا. النقطه الاخيره او مش الاخيره، الثالثه السبتسيميا. السبتسيميا بتعمل لك اثنين، كونجيوجيتد هايبر بلورينيميا وان كونجيوجيتد. بالظبط هي المثال اللي قدامك ده، الخلايا ممكن تموت. بص لما الخلايا تموت بتاعت الليفر ما بتبقاش عارفه تحول الان كونجيوجيتد ده، ما بتبقاش عارفه تحول الان كونجيوجيتد بيلروبين لكونجيوجيتد بيلروبين، فان كونجيوجيتد بيلروبين يبدا يزيد ويرجع في الدم يعمل لك ايه؟ ان كونجيوجيتد هايبر بلورينيميا. وفي نفس الوقت برضه الكونجيوجيتد بلوروبين اللي كان موجود هنا هيقوم حاصل ريفلكس ويرجع للدم يعمل لك كونجيوجيتد بلورينيميا، واللي كان موجود في البايل الحاجات الكونجيوجيتد بلوروبين اللي كان موجود في البايل ده بسبب ان الخلايا ماتت وحجمها كش زي ما انت شايف يحصل ريفلكس من بين الخلايا ويوصل للدم فيعمل لك ايه؟ الكلام ده كله بايفيزيك جوندس. تمام، عايز اقول لك حاجه بس، معظم الحاجات الاسباب الموجوده دي بتعمل الاثنين عادي جدا، بس بنسبه يعني في حاجات بتعمل دي اكتر في حاجات بتعمل دي اكتر. ما تنساش كمان ان السبتسيميا ورا فين هنا، ما تنساش كمان ان السبتسيميا كانت بتعمل دامج للاربيسيز اللي موجوده في الدم دي فبرضه تزود الانكونجوجيتد بيلروبين. النقطه الرابعه، في مشكله في الاكسكريشن في البايل داكت بسبب حاجه اسمها روتر او دوبين جونسون سيندروم. بص المفروض الكونجوجيتد بيلروبين ده بعد ما اتكون يبدا ينزل في البايل داكت عن طريق القناه دي، لسبب ما في المرضين دول القناه دي مش بتبدا تتكون وبتتكون مكانها قناه تانيه او تشانل تانيه، التشانل دي بتبدا تنقل الكونجوجيتد بيلروبين اللي اتكون ده وترجعه تاني للدم. تمام، عشان بس تفتكر الكلام ده افتكر عشان تفتكر الاسماء دي افتكر ان يبقى في مشكله عندك في الاخراج بتاع الكونجوجيتد بيلروبين، افتكر ان جون ديب ده واحد عايش او خارج مصر. تمام، الفرق ما بين الروتر ودوبن جونسون هو نفس الفكره بالظبط، بس الروتر بتبقى مايل شويه عن عن دوبن جونسون. تهت مني اكيد لازم تتوه، اكيد اكيد لازم تتوه، فعادي جدا. يبقى انت عندك هيباتو سيلير اربع اسباب، نيونيتال هيباتيتس، تورشي انفكشن، ميتابوليك ليفر ديزيز، واكتب اللي يخطر على دماغك وان شاء الله كله يطلع صح، سبتسيميا وافتكر انها بتعملها باي فيزيك او كتابك كاتب انها بتعمل باي فيزيك، واخيرا في مشكله في الاكسكريشن بتاع البايل داكت روتر ودوبين جونسون، مشاكل البايل بيلياري اتريزيا وكولوديكال سيست. تمام، لا اما حاجه ضيقه قوي لا اما حاجه واسعه قوي. الناحيه الثانيه في هيموليتيك بنقسمها الاميون ونون اميون، ونون هيموليتيك بنقسمها الكونجوجيشن، وفي مشكله في الابتيك او جلب الانكونجوجيتد للليفر. ماذا بعد ما خدنا الاسباب دي كلها هندرس فيهم ايه بقى؟ هناخد دول الار اتش والاي بي او، دول زي ما قلت لك هتاخدهم في البلد بالتفصيل. دلوقتي هنتكلم على البريست ميلك جونتس والكريجلر نيجار سيندروم، واتكلمنا طبعا عن الفسيولوجيكال جونتس. هنا تقريبا مش هناخد اي حاجه، او مش تقريبا احنا مش هناخد اي حاجه خالص. فهنبدا بقى بالبريست ميلك جونتس، دي ام بترضع ابنها عادي جدا، بدات تلاحظ عند اليوم الرابع او السابع من حياه الطفل ده ان ابنها بدا يصفر، بدا يبقى ايه لونه اصفر. الموضوع ده بتقول عليه بريست ميلك جونتس بسبب ان الماده بتاعت البريجناديول اللي بتبدا تطلع دي. الماده دي بتطلع منين؟ من البريست، ما بتحصل بسبب البريست ميلك، فالماده دي بتطلع من البريست. ايه مشكلتنا مع الماده دي؟ مشكلتنا المفروض انك عارفها لان احنا سائلين دلوقتي، الماده دي اكيد 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 هتاثر على الكونجيوجيشن، فهي هتمنع تحول الان كونجيوجيتد بالروبين لكونجيوجيتد بالروبين، بالتالي يزيد الان كونجيوجيتد يدخلك في ان كونجيوجيتد هايبر بالرونيميا. تمام، عايز تاخد بالك من حاجه ان الماده دي موجوده في اللبن الطبيعي. تمام، فلو حد بيرضع الفورميا ميلك او اللبن الصناعي مش هتلاقي فيه المشكله دي. دي اول معلومه. الموضوع ده بيكمل معاك من اسبوعين لثلاث اسابيع، والموضوع ده حاجه طبيعيه جدا، مش حاجه طبيعيه يعني بقى معاه اي مشكله تانيه، مش فيش اي اعراض تانيه مشاكل تانيه غير مجرد الجوندس اللي موجود ده. بيقول لك ان البيلروبين بقى اللي موجود في السيرم ده نوع ان كونجوجيتد، اتكلمنا عن النقطه دي. قال لك عشان تشخص الموضوع ده بقى تعمل ايه؟ تعمل حاجه ذكيه جدا، هتقول للام دي ما ترضعيش ابنك لمده يوم او يومين، عارف ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان البيلروبين بتاعه قل والجوندس بتاع العيل ده قل والعيل ده خف. لو ما خفش يبقى اكيد المشكله مش في البريست ميلك. تمام، مش ده المشكله يعني. بعد ما توقف رضاعة الابن ده لمدة يوم أو يومين وترجع تكمل الرضاعة تاني، هتلاقي الإيه؟ هتلاقي البيروبين مش بيعلى بعد كده، يعني مجرد ما تريح منه وخلاص
الموضوع ده هيخف تماما. تمام. يبقى هو البريست ميل كيجونتيز مرض بسيط جدا، افتكر البريجنانول دي، وافتكر الاربع 7 ايام، وافتكر انها بتقعد من اسبوعين ل 3 اسابيع، وافتكر انها حاجه بسيطه جدا ما فيهاش اي مشكله، وافتكر ان المشكله فيها بتبقى انكونجيجيتد بالروبين بس كده. المشكله الثالثه، او مش عارف الثالثه ليه، المشكله اللي بعدها يعني الكريجلر نيجار سيندروم، نفس الكلام، مشكله في الانكونجيجيتد بالروبين بسبب عدم وجود الانزيم اللي بيحول الانكونجيجيتد بالروبين للكونجيجيتد بالروبين في الليفر. تمام. اللي هو الجلوكونايل ترانسفيريز انزايم، ممكن يكون نوعين، تايب 1 بيبقى فيه كومبليت ابسنس للانزيم، تايب 2 بارشال ابسنس للانزيم. ده كده ايه، تايب 1 ولا كده تايب 2؟ تمام. الموضوع ده طبعا كونجنتال والطفل بيتولد بيه. زود عندك بس انه بيحصل او بيظهر في اليوم الرابع والسابع من حياه الطفل ده، زيه زي البريست ميلك جوندس، لان الاثنين نفس المشكله تقريبا، بيبقى فيه مشكله في الكونجيوجيشن. فقرة معلومات عامة كده سريعة، لما بنيجي ناخد عينة من الطفل ده عشان نشوف عينة من الدم بتاعه عشان نشوف البيلروبين بتاعه، مش بناخدها زي الأطفال زي الناس الكبيرة من الفين الموجودة في الدراع، لا احنا بناخدها من الكعب بتاعه، بنعمل حاجة اسمها هيل ستيك. الطريقة دي انفيزيف أقل شوية من الطريقة بتاعت الأدلت، فالطفل ده بيتألم من أي حاجة، فأنت عايز تدور على أقل منطقة حساسة فبتاخدها من كعب رجله، كمان إنها أسهل. تمام. خلصت فقرة المعلومات العامة. نوصل بقى للنقطة اللي جاية، ودي استكمال للعبث اللي احنا شغالين فيه من أول ما بدأنا الشابتر ده عامة، والمحاضرة دي بالذات خاصة يعني. بيقول لك بقى يا سيدي، لو الطفل ده جالك في أول يوم تمام بجوندس، تشك إيه في الأمراض اللي عنده؟ أول حاجة وأهم حاجة الـ RH incompatibility، دي أهم حاجة المفروض إنك تفكر فيها وتحاول إيه، بيقول لك should be considered till proved otherwise. تمام. في اسباب تانية برضو ممكن تعمل الكلام ده في اول يوم، ترش انفكشن، جي 6 بي دي، الفا ثلاسيميا، كونجنتال سفيروسايتوزس. تمام. في مشاكل بتحصل في السكند والثيرد دي زي الفسيولوجيكال جوندس، وكاتب لك هنا ايرلي اونست سبتسيميا، عايز اقول لك يعني ليت اونست سبتسيميا بتعمل جوندس في اليوم الرابع والسابع. برضو قلنا في اليوم الرابع والسابع بيحصل معاك بريست ميلك جوندس وكريجلر نيجار سيندروم. بعد اليوم السابع يعني بعد اسبوع بيحصل بسبب البايل داكت اتريزيا والنيونيتال هيباتيتس والميتابوليك ليفر ديزيز. لو عايز تربطهم بالاسباب افتكر، بص كده على الرسمه دي او الجدول ده، الار اتش انكوبيتابيلتي والجي 6 بي دي والثلاسيميا والكونجنتال سيروسايتوزس والترش انفكشن. ترش انفكشن الترش انفكشن مكتوبه هنا دي، نتعلم عليها. كل دول بيبقوا موجودين في اول يوم. تمام. بالنسبه لليوم الثاني والثالث الفسيولوجيكال جوندس اللي هو موجود هنا كده، والايرلي اونست سبتسيميا. تمام. في اليوم الرابع والسابع البريست ميلك جوندس والكريجلر ديجار سيندروم والليت اونست سبتيميا، واخيرا في اليوم السابع نيونيتال هيباتيتس، ميتابوليك ليفر ديزيز، وبايل داكت اتريزيا. الحته دي كلها حفظ طبعا زي ما انت شايف، بس تاخد بالك من كام حاجه. رقم واحد قلنا الار اتش دي اول حاجه تشك فيها لو هي جات لك الطفل ده في اول يوم. رقم اتنين، انت عندك في اول يوم بيجي لك الفا ثلاسيميا، ما كناش سيره البيتا ثلاسيميا، الفا ثلاسيميا. تاني حاجة نقطة أو تالت نقطة، نقطة السبتسيميا لو إيه اللي تبقى في اليوم التاني والتالت، لو متأخر شوية يبقى في اليوم الرابع والسابع. النقطة الرابعة، واخد بالك من حاجة مش عارف خدت بالك ولا لأ، بس هنا التورش انفكشن تبع أول يوم. تمام. وسابع يوم حاطط لك النيونيتال هيباتيتس، وهنا أصلا المفروض يعني دي سب تايب من دي، بس يعني خد بالك من الموضوع وخلاص، يعني بلفت ليك نظرك ليها وخلاص، بس إيه حفظها يعني، خلاص حفظها خلاص. وصلنا دلوقتي لموضوع كبير شويه اسمه هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن، اسمها الثاني اريثروبلاستوزيس فيتاليس. دلوقتي بيعرف لك الموضوع ده، بيقول لك انه عباره عن مرض بيحصل فيه هيموليسيس او تكسير للار بي سيز دي عن طريق انتي بودي الام بتطلعها ضد الار بي سيز بتاعت الطفل، فبيعمل هيموليسيس. الموضوع ده طبعا بيعمل لك تكسير للار بي سيز، بيعمل لك جوندس، عشان كده احنا بندرسه تبع الشابتر بتاع الجوندس. قال لك الموضوع ده ممكن يكون سبب من اثنين، يا اما ار اتش يا اما اي بي او انكومباتيبلتي، دول اشهر سببين طبعا. كان دلوقتي على الار اتش انكومباتيبلتي. ايه الار اتش ده؟ الار اتش ده اختصار لكلمه رايزس فاكتور. يعني ايه برضو؟ بص احنا حاجه من اثنين، الار بي سي بتاعتنا لا اما بتولد بالمنظر ده لا اما بتولد بالمنظر ده. الار بي سي بتاعتنا لا اما عندنا انتيجين اسمه ار اتش، لا اما ما عندناش الانتيجين بتاع الار اتش. نفترض مثلا لو انت ما عندكش الانتيجين بتاع الار اتش دي، وده بيكون في الحاله دي الام. الام دي احيانا بتقابلها، بتختلط بالدم بتاع الطفل اللي هو فيه الانتيجين البوزيتيف ده، فيبدا الار بي سي دي تختلط بالار بي سي بتاعت الام. فدلوقتي الار بي سي بتاعت الطفل دي موجوده مع الار بي سي بتاعت الام في الدم، والاثنين ماشيين مع بعض. مشكله الموضوع ده ايه؟ ان الجسم بتاع المناعه بتاع الام بيبدا يتعرف على الار بي سي بتاعت الطفل دي على اساس انها حاجه غريبه، ما هي عليها انتيجين غريب، فيبدا يعمل ايه؟ يبدا يطلع لها انتي بودي ويبدا يدمرها. دي باختصار شديد الار اتش انكومباتيبلتي. النقطة اللي بعديها عايزك تاخد بالك بس من حاجة، إن عشان الـ RH incompatibility تحصل لازم كذا شرط يحصل. رقم واحد، إن الأم دي تكون RH negative، لازم تكون بالمنظر اللي قدامك ده، ما تكونش أصلا عندها الـ RH antigen،
عشان الاميون سيستم ما يتعرفش عليه. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه ان الاب يكون ار اتش بوزيتيف، لان عشان المشكله تحصل لازم يكون الابن نفسه ار اتش بوزيتيف، عشان يبقى في ار اتش بوزيتيف لازم يكون في حد من الطرفين بوزيتيف. دي اول نقطه. تمام، دلوقتي عندك ام ار اتش نيجاتيف مع ابن ار اتش بوزيتيف، اختلط شويه ار بي سيز بوزيتيف مع الدم بتاع الام اللي هو نيجاتيف، الام تتعرف على الحاجات الانتيجين ده حاجه غريبه، تبدا تطلع له انتي بودي. للاسف او مش للاسف، حاجه كويسه ان ان الطفل على ما الام تطلع الانتي بودي دي هيكون ايه؟ هيكون نزل. مين بقى حزين الحظ اللي هيبدا ياخد الانتي بودي دي؟ الطفل الثاني اللي هيتولد في المره الثانيه، مجرد ما يبقى موجود في بطن امه كده هيتولد، هيتفاجئ ان في شويه انتي بودي عماله تهاجمه وتكسر الار بي سيز البوزيتيف بتاعته، فهتجيب له هيموليسيس وتدخله في حاجه اسمها ار اتش كومباتيبلتي. بس سريعا كده، اهم كلمه في الموضوع ان في الفيرست بريجنانسي مفيش اي مشاكل بتحصل، المشاكل اللي بتحصل من السكند بريجنانسي. خلي بالك ان الام لازم تكون ار اتش نيجاتيف، الطفل بيكون ار اتش بوزيتيف، بيحصل بعد كده ان شويه انتيجين او ار اتش ار بي سي بتبدا تنقل من الطفل للام، الام تبدا تطلع لها انتي بودي، الانتي بودي دي تبدا تهاجم الار بي سي بتاعت الطفل بس اللي هيتولد في المره الثانيه. بالمناسبة المصطلح بتاع اريثروبلاستوزيس فيتاليس، دي اريثرو دي معناها احمر وبلاست دي معناها خلايا اماتيور، وفيتاليس دي اللي هي الطفل، يعني باختصار شديد هي الخلايا الاربي خلايا الريد بلاست اللي هي الاماتيور اللي بتتكون اثناء الهيموليتيك ديزيز. باختصار يعني انت عندك هيموليسيس، ففي ار بي سي عماله تتكسر، فالجسم عمال يحاول يعوض الموضوع ده، بس تقدر تقول كده ايه، بدل ما بيطلع ماتيور ار بي سيز، لا هو بيقف عند الخطوه اللي قبلها فبيطلع اماتيور ار بي سيز كتير، فبتقول عليها اريثروبلاستوزيس، في بلاست سيل كتير او اماتيور بلاست اماتيور ار بي سيز. ايه بقى الاعراض اللي ممكن يجي العيان بتاع الار اتش انكومباتيبلتي؟ 3 درجات على حسب المرض ده مايلد ولا سيفير ولا الدرجه الاعنف اللي هي الهيدروبس في ثالث. لو الموضوع مايلد في شويه هيموليسيس، ففي شويه بلور هيظهر على الطفل ده، حاجه خفيفه يعني. لو الموضوع سيفير شويه، الار بي سيز عماله تتكسر كتير، فالعيان ده دخل في انيميا، ممكن يخش لك في جوندس بسبب تكسير الار بي سيز، يطلع منه بالروبين. الموضوع ده بيحصل في اول يوم، تمام، بيحصل على طول بعد الولاده على طول. ممكن يخش في بيتس بنيني وميجالي، وده بيحصل بسبب التكسير الكتير بتاع الار بي سيز الكتير، بيطلع منه بالروبين كتير، البلوبين ده بيدخلك في جوندس. البلوبين الكتير ده بقى بيحصل ليه؟ بسبب ان الليفر ده مش عارف يتعامل مع كم كبير ده من البلوبين، هو كان متعود على كم معين يقدر يتعامل معاه، انت عملت تزود البلوبين تزود البلوبين تزود البلوبين، الليفر ده مش عارف يشتغل، فبيحصل هيباتوس بنيني وميجالي. هتقول لي طب ده السبب اللي خلى الليفر يكبر، طب اللي خلى السبلين يكبر برضه ليه علاقه بالهيموليسيس الكتير، تكسير كتير للار بي سيز، فلما الار بي سي بتتكسر بتبقى عباره عن حته صغيره كده حته صغيره كده. الار بي سي اتكسرت في الاول بسبب الانتي بودي بتاعت الايه؟ بتاعت الام، فالحته الصغيره اللي عماله اتكسرت من الار بي سي دي مين اللي بيشيلها؟ السبلين. فانت عمال تكسر في الار بي سي اكتر واكتر، في السبلين محتاج يشتغل اكتر واكتر، فمحتاج يكبر في الحجم اكتر واكتر، فبيبقى عندك هيباتو سبلين وميجالي. الموضوع ده بيقول ان الحاله سيفير. الموضوع او النقطه الاخيره حاجه اسمها هيدروبس فيتاليس، وهيدروبس دي معناها ميه، وفيتاليس دي معناها فيتس، ففي ميه في الفيتس، بيبقى في اديمه في الفيتس. بص، بيكون الفيتس بالمنظر البشع ده، بيكون الطفل ده متعبي بالمنظر اللي قدامك ده، الجسم كله مليان ميه. هتقولي طب الطفل زي ده اصلا بيعيش؟ اقول لك لا، بيموت، بينزل حاجه اسمها ستيل بيرث او بيموت على طول بعد الولاده. ستيل بيرث دي يعني الطفل بيموت بعد الاسبوع ال20، لان لو مات قبل الاسبوع ال20 بتقول عليه حاجه اسمها ابورشن اجهاض، يعني تاخدوا الفرق بين الموضوعين دول في الناس ان شاء الله يوضح الفرق اكتر. فالمهم يعني دلوقتي عندك المرحله الاخيره حاجه اسمها هيدروبس فيتاليس، فدي مرحله خطيره جدا، بيكون الطفل فيها عنده سيفير انيميا وعنده كونجستيف هارت فيلير، هي دي اللي عامله له الاديمه ومدخله في المنظر ده. يعني ايه كونجستيف هارت فيلير؟ يعني عضله القلب مش قادره تشتغل. مش قادره تشتغل ليه؟ لان يعني عضله القلب دي محتاجه اكسجين، محتاجه العضله دي محتاجه عشان تشتغل اكسجين، فالعضله بيحصل فيها دامج 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 دامج، العضله اتدمرت، فالعضله بدل ما كانت بتخرج الدم للاورطه بدا فضل الدم متراكم في الفنتريكل او في الليفت فنتريكل، منه بيطلع على اسمها ايه دي الليفت اتريوم، ومنه بعد كده بدا يرجع لحد ما يوصل للنبض. بدل ما هو كان بيطلع كده، لا بدا يرجع كده 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 كده. الفكره بقى في انه طالما بيتعبى في اللنج هيبدا يرجع للجسم كله، تمام، الجسم كله بقى متعبي بايه؟ بالميه. الموضوع ده بتقول عليه كونجستيف هارت فيلير. تمام، دي كده الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا. الانفستيجيشن اللي بتعملها بقى وازاي بتشخص، والله على حسب انت عايز تشخص ايه. لو عايز تشخص ان الطفل ده عنده انيميا، اعمله سي بي سي كاونت، هتلاقي ان عنده الار بي سيز قليله، وهتلاقي ان عنده الهيموجلوبين قليل. لو عايز تشخص ان الطفل ده عنده هيموليسيس، هتلاقي عنده انكريز في الان كونجوجيتد بالروبين، الار بي سي بتتكسر كتير، الان كونجوجيتد بالروبين بيطلع منها فهتلاقيه زايد، وهتلاقي عنده كمان حاجه اسمها ريتيكولوسايت عاليه. فاكر لما قلت لك ان ريستروبلاستوزيس فيتاليس ده اصلا الاسم المرض الكبير ده
هو عباره عن اماتيور بلاست سيل او اماتيور ار بي سيز، فهي بالظبط دي الريتيكولوسايت. الريتيكولوسايت دي هي الاماتيور ار بي سيز، دي اسمها العلمي بقى. فنفس السبب بالظبط، انت عندك تكسير كتير للار بي سيز، فمين اللي عايز يعوض الموضوع ده؟ البون مارو. البون مارو بدل يعني من كتر الضغط اللي عليه بقى فبيكروت، بدل ما بيطلع ماتيور ار بي سيز، لا عمال واقف عند المرحله بتاعت الاماتيور ار بي سيز او الريتيكولوسايت. فانت هتلاقي عندك الريتيكولوسايت كتير، وهتلاقي عندك نقص في الماتيور ماتيور ريد بلاس سيل اللي هي الاي ار بي سيز بتاعتنا الجميله اللي احنا عارفينها. تمام. النورمال النسبه الطبيعيه تقريبا في الريتيكولوسايت عندنا تقريبا 2%، عند النيبورد ممكن تكون اعلى شويه، ده طبيعي. لو لقيتها اعلى من كده بقى، اعلى من 6%، ده على طول تشك ان عنده ايه، ريسترو بلاستوزيس فيتاليس او عنده ار اتش انكومباتيبلتي. بتشخص ازاي بقى؟ السبب نفسه بتشخص بحاجه اسمها كومبس تيست، بتلاقي بوزيتيف، وبتشخص انك تلاقي ان الار اتش بيكون بوزيتيف في البيبي وبيكون نيجاتيف في المذر. دي مفهومه طبعا. تمام. بالنسبه بقى لنقطه البوزيتيف كومبس تيست دي بتاعت البيبي، بص باختصار شديد جدا، انت عندك الار بي سيز عليها انتيجين، ده بتاع الار بي سيز بتاعت الطفل. تمام. عليها انتي بودي بقى، الانتي بودي ده من الام طبعا. فلو انت لقيت الانتي بودي ده معناه ان انت عندك هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن، فعندك انتي بودي عماله تكسر الار بي سيز. فانت بتعمل في الكومبس تيست بتدور على الانتي بودي ده، تيست معين بتكشف بيه على الانتي بودي ده. يبقى الار اتش انكومباتيبلتي 3 درجات، اول درجه مايلد شويه دالو خفيف، الدرجه اللي بعدها سيفير، انيميا سيفير، جوند سيفير، وهيباتوس بيرينوميجالي، وفهمنا ليه بيحصل الاثنين. الدرجه الثالثه هيدروبسي فيتاليس، وبيحصل فيها انيميا وكونجستيف هارت فيلير، وممكن الطفل ده يتولد ميت ستيل بيرث، وممكن الطفل ده يتولد ستيل بيرث او يموت بعد فتره من الولاده. بنشخص ازاي؟ زي ما قلت بقى، بتلاقي الار بي سيز قليله، الهيموجلوبين قليل، بتلاقي الريتيكولوسايت عاليه تقريبا اعلى من 6%. تمام. بتلاقي الكومبي سيست بتاعك بوزيتيف، وتلاقي الام نفسها نيجاتيف والابن بوزيتيف. الموضوع الجاي هي حاجه اسمها اي بي او انكومباتيبلتي، موضوع سهل جدا برضو زي الار اتش، فركز شويه عشان في سن التركيز في سن الفهم صغيره، لو فهمتها خلاص الدنيا كلها هتبقى سهله. اول معلومه لازم تكون عارفها، اول معلومه ودي هنعرفها زي ما هي وهنفهمها كمان 3 ثواني، بيقول لك ان لازم يكون الاي بي اي انكومباتيبلتي عشان تحصل لازم يكون الطفل ده فصيله دمه A او B، ولازم تكون الام فصيله دمها O. ما ينفعش اي حاجه تانية، ما ينفعش اي حاجه تانية. تمام. تمام. ليه بقى الموضوع ده بيحصل؟ تعال نبص سريعا على الرسمه دي. ايه بقى اللي موجود في الرسمه دي؟ الرسمه دي عايز اوصل لك فيها ان في ام هنا اهي حامل في طفل فصيله دمه ايه، الطفل اللي فصيله دمه ايه عنده ار بي سيز، الار بي سيز دي عليها انتيجين اسمه انتيجين ايه. الانتيجين ايه ده؟ المفروض ان الار بي سيز تقسم لاي وبي واو. الار بي سيز اللي ايه اللي فصيله دمها ايه بتبقى عليها حاجه اسمها انتيجين ايه، والار بي سيز اللي بتبقى بي اتسمت بي عشان عليها انتيجين اسمه انتيجين بي، والار بي سيز اللي اسمها او اتسمت او عشان عليها انتيجين اسمه انتيجين او. لا مش الكلام ده، الار بي سيز اللي اسمها او اتسمت ار بي سيز او لانها ما عليهاش ولا انتيجين ايه ولا انتيجين بي، يعني بتبقى ظاهره بالمنظر ده كده. تمام. ما عليهاش اي حاجه خالص، ار بي سيز في لايت بالمنظر اللي قدامك ده كده. تمام. نرجع بقى للموضوع بتاعنا، تي ار بي سيز ايه عليها انتيجين ايه. تمام. والام دي قلنا الام دي فصيله دمها او، فعندها ار بي سيز او ما عليهاش اي انتيجين، فهي الار بي سيز الموجوده في دم الام ار بي سيز بالمنظر ده كده. دلوقتي في جسم مناعه هيروح كده الطفل ده يقول لك اه الشكل ده انا عارفه، بس ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي انا مش عارفها. تمام. الحاجات دي انا حاسس انها غريبه، فالام تبدا تكون انتي بودي، الانتي بودي دي هتروح على الانتيجين بالار بي سيز وتقوم ايه مدمراهم، ويحصل حاجه اسمها اي بي او انكومباتيبلتي. تمام. تمام. يبقى في الحاله دي الام اللي هي جروب او عندها انتي اي، الانتي اي ده هيروح يعدي البلاسنتا ويوصل للار بي سي بتاعت الطفل ويعمل لها ايه، يعمل لها ديستراكشن. طب اديني مثال تاني، اديني مثال على طفل بي. دلوقتي يا سيدي عندك ادي طفل بي حامل او امه حامل في في. تمام. ادي الام، ادي راس الام، وادي رجل الام. تمام. الطفل اللي بي ده عنده ار بي سيز عليها انتيجين اسمه انتيجين بي. تمام. وادي الدم بتاع الام في ار بي سيز ايه، في ار بي سيز او، هيروح لار بي سيز الجسم المناعه بقى يتعرف على الار بي سيز دي انها غريبه لانها عليها انتيجين غريب اسمه انتيجين بي، فيبدا يطلع له انتي بودي، ادي انتي بودي يروح للار بي سيز دي ويقوم ايه، ويقوم مدمرها. تمام. تمام. فهمت الحته دي ان شاء الله. طب لو الار بي سيز بتاعت الطفل دي او، ادي طفل عنده ار بي سيز او، تمام، والار بي سيز بتاعت الام ار بي سيز او، الاثنين زي بعض مش هيحصل اي حاجه.
تمام مفهومه دي. طب تعال نجيب، معلش عشان احنا تافهين شويه، تعال نجيب بقيه الامثله. طب لو الاربيز بتاعت الطفل دي او والام مثلا اي، تمام. دلوقتي ادي الاربيز بتاعت الام عليها انتيجين اي، والاربيز بتاعت الطفل او، هي هتتعرف ان الاربيز بتاعت الطفل دي سليمه ما فيش اي حاجه لان ما عليهاش انتيجين غريب. احنا مشكلتنا مع الانتيجين اللي بقى موجود على الاربيز دي، انما الاربيز الاو ما بقاش عليها اي انتيجين غريب. فلو الطفل الاربيز بتاعته دي او مش هيحصل اي مشاكل والدنيا ايه هتعدي زي الفل، تمام. المثال الاخير وهي الطفل الاي بي، ادي طفل اي بي يعني عنده اي وعنده انتيجين بي، فالام بدل ما كانت بتطلع انتي اي او انتي بي لا تبدا تطلع الاثنين مع بعض، تطلع انتي اي مع انتي بي، تمام، فتقوم مدمره الاثنين مع بعض. دي كده قصه الاي بي اي وكومباتبلتي. شويه ملاحظات كده صغيره في السلايد الجايه. اول معلومه معانا بيقول لك ان الاي بي انكومباتبلتي دي ليس كومن عن الار اتش انكومباتبلتي، معلومه هنحفظها. تاني معلومه بيقول لك ان الاي بي انكومباتبلتي بقى عكس الار اتش، الار اتش ما كانتش بتحصل في اول طفل، اول طفل ده كان بيعدي سليم، انما في الاي بي انكومباتبلتي بتحصل فيه، بتحصل اول طفل ممكن يتولد ممكن يحصل فيه الاي بي انكومباتبلتي. ليه بقى في الموضوع ده؟ لان العكس، عكس الار اتش، الانتي اي والانتي بي دول مولودين مع الطفل، امبريونيك انتي بودي بيكونوا مع تكون الطفل، انما الانتي دي، الانتي دي بالنسبه لي الانتي بودي اللي بتطلع ضد الار اتش انتيجين دول اكوايرد انتي بودي. لازم انت تعرض الام الاول الار بي سيز عليها الار اتش انتيجين، بعد كده تبدا الام تكون له انتي بودي. انما في الاي بي كومباتيبلتي اوريدي الانتي بودي دي ايه؟ الانتي بودي دي جاهزه، جاهزه متكونه، فمجرد ما تشوف، مجرد ما تشوف ار بي سيز غريبه مثلا عليها انتيجين اي او انتيجين بي، هي الانتي بودي، الانتي بودي موجوده اصلا. فالموضوع ده بيحصل بسرعه فاول طفل بيتاثر، انما دي لسه الانتي بودي هتتكون، فاول طفل مش بيتاثر انما اللي بيتاثر هو ثاني بيبي، تمام؟ تمام. النقطه يعني الثالثه بيقول لك ان الموضوع ده سيفير، ما بيحصلش ولا بيسبب هيدروبسي فيداليس. الموضوع كله مترتب على قوه الانتي بودي تبدا تطلع. الانتي دي انتي بودي قويه، الانتي اي والانتي بي انتي بودي اضعف من الانتي دي، فبالتالي التاثير او الايفكت بتاعها على الار بي سيز بيبقى اقل بكتير من الانتي دي، تمام. تمام، الانتي بودي بتبقى اضعف. في ملحوظه مكتوبه عندك هنا بيقول لك ان الجروب او ماذر، الامهات اللي عندها الار بي سيز بتاعتها او، بتطلع انتي بودي اسمه اي جي جي، والاي جي جي ده يقدر يعدي البلاسنتا، عكس الام اللي بتكون اي بي اي او بي، بتكون الانتي بودي بتاعتها نوعها اي جي ام، والاي جي ام كبيره ما تقدرش تعدي البلاسينتا. عايز يقول لك المعلومه دي، عايز يقول لك لو انت عندك نفس المثال، ادي طفل عنده الار بي سي بتاعته او فصيله الدم بتاعته بي، فعنده انتيجين بي، تمام، وادي الام بتاعك حامل، ادي الام، تمام، الام الام بقى فصيله دمها ايه، فصيله دمها ايه يعني عندها ار بي سيز عليها انتيجين ايه، فهي دلوقتي الانتيجين اللي متعوده عليه اللي هو الانتيجين ايه مختلف على الانتيجين بتاع الطفل اللي هو الانتيجين بي، فبرضه هتطلع له انتي بودي، ادي انتي بودي اهي. مشكلتنا بقى مع الانتي بودي دي انها اصلا اي جي ام، اي جي ام دي كبيره ومش تقدر تعدي وتوصل الطفل عن طريق البلاسينتا وتدمر الطفل، فالطفل ده هيعدي سليم جدا. عشان كده قلت لك ان شرط اساسي من الاي بي ان كومباتيبلتي ان الام المذر تكون فصيله دمها او، ام تبقى فصيله دمها او، وان الطفل الانفانت لازم تكون فصيله دمه A او B، تمام كده؟ تمام. فدي تفسير المعلومه دي ان الاي بي الامهات اللي عند فصيله دمها A او B بتطلع اي جي ام انتي بودي، والاي جي ام انتي بودي مش بتقدر تعدي البلاسينتا، عكس الام اللي جروب O بتطلع اي جي جي انتي بودي اللي بيقدروا يعدي البلاسينتا ويعملوا لك اي بي او انكومباتيبلتي. سريعا كده، معلومات بسيطه جدا الموجوده في الاي بي انكومباتيبلتي، لازم تكون الطفل فصيله دمه A او B، لازم تكون الام فصيله دمها O، الانتي بودي اللي هتبدا الام تطلعها دي هتقدر تعدي البلاسينتا وتوصل للار بي سيز بتاعت الطفل وتدمرها. الموضوع ده ليس كومن عن الار اتش، اول طفل ممكن يتاثر عادي جدا، الموضوع ده بيكون ليس سيفير لان الانتي بودي اللي اتكونت دي بتكون ضعيفه وما بيحصلش هيدروبس في تايلس، مهمه جدا دي ما توصلش للحاله السيفير. اخر معلومه ان الامهات اللي فصيله دمها A او B بيكونوا اي جي ام ما بيقدرش يعدي البلاسينتا، عكس الامهات اللي فصيله دمها O بيكونوا اي جي يقدر يعدي البلاسينتا. واخيرا الجدول اللي قدامك ده مجمع لك كل فصيله دم A او B او E B او O وار اتش بوزيتيف وار اتش نيجاتيف، دي منظرهم بتكون كل واحد بيطلع انتي بودي ليهم. خلي بالك ان الاي والبي الانتي بودي اللي بيطلع بيبقى اي جي ام، عكس فصيله الدم الاو بنطلع انتي بودي اي جي جي، وفي الار اتش نيجاتيف بنطلع اي جي جي. واخد بالك ان الناس الاي بي والار اتش ما بيطلعوش انتي بودي، عشان كده فصيله الدم الاي بي والار اتش اللي ما بتطلعش انتي بودي دول، الار اتش بوزيتيف طبعا، بتكون احسن فصيله تقدر
عشان كده فصيله الدم اللي هي الاي بي والار اتش بوزيتيف احسن فصيله يقدروا ياخدوا دم من اي حد، لان هم اوريدي مش بيكونوا انتي بودي، عكس الاو والار اتش نيجاتيف بيبقوا قادرين يكونوا انتي بودي ضد اي فصيله تانية. يعني المشاكل الكتير دي كلها في الاطفال اللي عندهم جوندس، فالمفروض احنا نعالجهم. فدلوقتي وصلنا لمرحله العلاج. العلاج بتاعك بيتكون من 3 حاجات اساسيين: حاجه اسمها فوتوثيرابي بتعرض لضوء معين زي الطفل اللي قدامك ده كده، اكس تشينج ترانسفيوجن المنظر اللي قدامك ده كده، واخيرا دواء اسمه فينوباربيتال او فينوباربيتول 2-1. وهنا اكتبه لك تحت عنوان التريتمنت اوف هيموليتيك ديزيز اوف نيبورن. هو بالتحديد احنا بيتكلم على العلاج بتاع الجوندس اللي بيحصل في الهيموليتيك ديزيز اوف نيبورن، فهو علاج للجوندس مش علاج للهيموليتيك ديزيز. المهم يعني نيجي بأول دواء اللي هو الفينوباربيتال، أو مش أول دواء، الدواء الوحيد معانا وهنبدأ بيه لأن هو الأسهل أو الأقصر. الدواء ده بيشتغل عن طريق إنه يزود الكونجيوجيشن. يعني إيه بيزود الكونجيوجيشن؟ يعني بيزود تحويل الأن كونجيوجيتد بالروبين للكونجيوجيتد بالروبين، وبالتالي بنتخلص من الأن كونجيوجيتد بالروبين اللي ممكن يعمل لنا مشاكل بعد كده هنتعرف عليها دلوقتي، ونحول الكونجيوجيتد بالروبين أقدر أخرجه بعد كده في الإنتستين وفي الكدني. تمام. الدواء ده بيقول لك مشكلته ان هو الاكشن بتاعه بطيء شويه، بيحتاج شويه ايام عشان يشتغل. الجرعه بتاعتنا 10 مللي جرام في اليوم. فاكر الدواء ده احنا خدناه فين قبل كده؟ خدناه في الانترا كرينيال هيموريدج عشان نعالج الكونفولجن، لان الدواء ده بيعمل انهبيشن بيعمل ستيميوليشن للجابه اللي هي اصلا انهبيتري، فبيزود الانهبيشن فبالتالي بيقلل الكونفولجن. تمام. قبل ما نخش على النوعين التانيين من العلاج، تعالى اقول لك كام معلومتين كده صغيرين. رقم واحد، انا عايز اسالك سؤال، احنا ليه كنا بنحول الان كونجوجيتد بالروبين ده لكونجوجيتد بالروبين؟ مش عارف تعرف ولا لا، بس الان كونجوجيتد بالروبين ده حاجه وحشه، ممكن يوصل للبرين بعد كده ويعمل له ايه؟ يعمل له كلينيك تراس. فاحنا عايزين نتخلص منه. طب نتخلص منه ازاي؟ عن طريق ان احنا ننزله في البايل. ممكن تسال سؤال تاني، طب ليه مش الان كونجوجيتد بالروبين نفسه بينزل في البايل؟ ليه لازم نحوله لكونجوجيتد بالروبين عشان ينزل في البايل؟ بص يا سيدي، البايل دي ووتر بيزد فلويد، يعني حاجات عباره عن ايه، شويه ميه وحاجات تانية، ما لناش دعوه بالحاجات التانية طبعا. فكرتنا ان هو ميه، عشان الميه يدوب فيها حاجه لازم تكون حاجه زيها ايه، ووتر سوليبل، حاجه بتدوب في الميه. فالكونجوجيتد بالروبين ده ووتر سوليبل، الان كونجوجيتد بالروبين ده فات سوليبل، مش هيدوب في الميه. فاحنا لازم نعمل ايه، لازم نحوله لكونجوجيتد بالروبين عشان ندوبه ونخليه بعد كده ينزل في البايل، ومنه ينزل في الانتستين، ومنه بعد كده لا اما ينزل في الكدني لا اما ينزل مع الفيزيس. فكده اتخلصنا من الايه، من البلوروبين اللي هو ممكن يروح للبرين ويعمل لك كيرنيك تراست. تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه ان الانكونجوجيتد بلوروبين ده اثناء ما هو ماشي في الدم لازم نحافظ عليه مرتبط بالالبيومين. تمام. اي زياده لنسبه البلوروبين او الانكونجوجيتد بلوروبين ده اللي مش مرتبط بالالبيومين هتخلي الفري انكونجوجيتد بلوروبين ده يبدا يزيد ويوصل للبرين ويعمل لك ايه، كيرنيك تراست. برده المفروض قبل ما يوصل للبرين لازم يعدي حاجه اسمها بلاد برين بارير. كل ما يكون البلاد برين بارير ده فيه مشكله، كل ما يزيد الانكونجوجيتد بالروبين اللي هيوصل للبرين ويعمل لك كيرنيك تراس. تمام. النقطه دي هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله كمان شويه، بس اللي عايزك تعرفه من الموضوع ده كله ان انت عندك كذا نقطه: كونجوجيتد بالروبين ده ووتر سوليبل، الانكونجوجيتد بالروبين ده فات سوليبل، الانكونجوجيتد بالروبين مرتبط في الاغلب بالالبيومين، البايل نفسها بقى ووتر بيزد فلويد، وانت عندك نوعين من الانكونجوجيتد بالروبين، نوع مرتبط بالالبيومين ونوع تاني فري. كل ما يزيد الفري كل ما يوصل للبرين اكتر ويعمل لك ايه، كيرنيك تراس. الوسيله الثانيه في العلاج بتاع الجوندس هي حاجه اسمها فوتوثيرابي. الفوتوثيرابي دي بتعتمد على انك تجيب الطفل زي ما انت شايف كده وتقعده قدامك هنا اهو، وتحط عليه او تسلط عليه اشعه بلو لايت. الاشعه البلو لايت دي ليها ويف معين، الاشعه دي قادره انها تجيب الانكونجوجيتد بالروبين وتحوله لماده ووتر سوليبل. بالتالي حولنا الانكونجوجيتد بالروبين لووتر سوليبل، بالتالي تقدر تجيب الانكونجوجيتد بالروبين ده منه ووتر سوليبل تنزله في البايل، ومنه في الانتستين، ومنه تقدر تخرجه سواء في الفيز او سواء في الكني. فكده اكنك انت قدرت تتخلص من الكونجوجيتد بالروبين بطريقه تانية غير الكونجوجيشن. تمام. فانت بتستخدم الفوتو سيرب دي في حالات ايه؟ قال لك في حالات الانكونجوجيتد هايبر بيلورينيميا. ينفع استخدمها في حالات الكونجوجيتد هايبر بيلورينيميا؟ لا، تاثيرها على الانكونجوجيتد بالروبين. تمام. اتمنى اكون المعلومه دي واصله. يعني الفوتوثيرابي دي جميله وزي الفل، بس ليها شويه كومبليكيشن، 5 كومبليكيشن. الكومبليكيشن الاوليه دي ان هي دي اشعه، الاشعه دي بتطلع حراره، فبتعمل لك ايه، بتسخن العيل، تدخل العيل في هايبر ثيرميا. تمام. مشكله الحراره دي انها بتعرق العيل كتير، العرق الكتير ده بتخلي العيل يفقد ميه من نوعيه حاجه اسمها انسنسبل ووتر لوس. انسنسبل دي مقصود بيها اللي هي الحاجات اللي احنا مش بنحس بيها، اللي هي فقدان الميه اللي احنا مش بنحس بيه عن طريق العرق، عن طريق بخور الميه، عن طريق التنفس والكلام ده كله. فالفوتو سيراب دي بتخليك تخسر ميه، تمام، عن طريق العرق، وبالتالي تدخلك الطفل ده في دي هايدريشن، تخلي العيل يبقى عنده جفاف.
كمان الفوتوثيرابي دي بتجيب لك دايريه. ليه بتجيب لك دايريه؟ لانها هتزود، هتجيب بص هتجيب الانكونجوجيتد بروبين ده، بما انه بقى ووتر سيربل هيقدر ينزل في البايل ومنه في السمول انتستين عادي جدا. طب دلوقتي انت عندك انكونجوجيتد بيلروبين موجود هنا، مش طبيعي انه يبقى موجود هنا، فهو تاثيره على السمول انتستين تاثير غريب، فتبدا يعمل اكنه بيعمل اليتيشن كده للسمول انتستين. فبيعمل لك ايه؟ بيجيب لك، بيزود الجي اي تي موتيليتي، بيزود الموتيليتي بتاعت الانتستين دي، ويدخلك في ايه؟ في دايريا. ده الانكونجوجيتد بيلروبين اللي بيبقى موجود في الانتستين. ارجع ارجع تمام. دي كده الكوميونيكيشن الثالثه دايريا. الكوميونيكيشن الرابعه بيدخلك في حاجه اسمها اي انجري، بيعمل دامج للريتنا. الأشعة بتاعت الفوتوثيرابي دي بتعمل دامج للريتنا وتدخلك في تعمل لك دامج للريتنا. خلاص بس كده. النقطة الخامسة هي حاجة اسمها برونز سكين. العيل بيخش لك بالمنظر ده، يخرج لك بالمنظر ده. الموضوع ده بيحصل لو جوندس كونجيوجيتد. عايزك هنا تسأل سؤالين، أول واحد ليه بيحصل برونز سكين؟ السؤال التاني إيه علاقة ده بالكونجيوجيتد؟ بص يا سيدي، دلوقتي أنا قلت لك إن إحنا بنستخدم الفوتوثيرابي دي في علاج الكونجيوجيتد هايبر بيلورينيميا ولا الان كونجيوجيتد هايبر بيلورينيميا؟ لو قلنا بتعالج الان كونجيوجيتد، فبالتالي انت الدكتور دلوقتي ما تعرفش مش فاهم حاجه، فانت جبت ايه؟ جبت شخص العيل ده بكونجيوجيتد بان كونجيوجيتد هايبر بيلورينيميا وهو عنده كونجيوجيتد، فدلوقتي انت بتعالج طفل عنده كونجيوجيتد بفوتو ثيرابي، فالموضوع ده بيجيب له برونز سكين. ليه بيجيب له برونز سكين؟ لان دلوقتي تاثير الفوتو ثيرابي على الكونجيوجيتد بالروبين اللي موجود في السكين ده هتخليه يتحول للون البرونز، فتخلي الطفل يظهر بالمنظر ده. يبقى تاني تاني، البرونز سكين دي حصلت ليه؟ حصلت بسبب تأثير الأشعة على الكونجيوجيتد بلروبين، فخلت الكونجيوجيتد بلروبين الموجودة في الجلد دي تتحول لإيه؟ تتحول للون البرونز ده. طبعا الموضوع ده مشكلة كبيرة، وتخلي لون الطفل يتغير بالمنظر البرونزي ده. البرونزي المنظر ده جميل يعني، بس هو المنظر في الطبيعي مبقاش جميل، تمام؟ فده طبعا بيحصل بسبب تشخيصك للحالة غلط. فتاني تجميع كده للكلام بسرعة، حاولنا نجمعه لك في كلمة شد. دي الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن الاس تفكرك بالسكين ان هو بيكون برونز، الليتش تفكرك ان ممكن يحصل هيتنج او هايبر سيرميا، الاي تفكرك ان بيحصل اي انجري، الدي تفكرك بالدي هايدريشن والدايريا. بالمناسبه عايز اقول لك حاجه، ان الهيتنج والهايبر سيرميا هيدخلك في دي هايدريشن، جفاف، فقدان للميه وعرق. كمان الدايريا بيدخلك برضو في دي هايدريشن، انت بتفقد فيها فلويد، تمام؟ اخر نقطه كاتبها لك هنا، بيقول لك ان اللمض العاديه بتاعت الفلورسنس دي بقت ما ينفعش تستخدمها، لان يعني هو بيقول لك يعني ان احنا لازم نستخدم اشعه معينه. الاشعه المعينه دي بيكون الويف لينث بتاعها من 460 ل 490، سيبك من الرقم طبعا، بس انا بقول لك يعني ان الاشعه دي او اللمبه دي ما بتطلعش الويف لينث ده، فبالتالي ما بنستخدمهاش، تمام؟ هي معلومه عبيطه فكك منها. المهم يعني الفوتوثيرابي النقط اللي فيه سهله جدا، فهي كذا نقطه كده. رقم واحد احنا بنستخدم بلو لايت ويف. رقم اثنين احنا بنحول او فائدتها انها بتحول البيلروبين او الانكونجوجيتد بيلروبين ده لماده ووتر سوليبل، فبالتالي سهل تقدر تخرجها سواء في البايل او تخرجها في اليورين. في البايل عن طريق الكدني، معلش في اليورين عن طريق الكدني، وفي البايل بعد كده ينزل بعدها في الانتستين ويخرج عن طريق الفيزس، تمام؟ فاحنا عشان كده بنستخدمها في حالات الانكونجوجيتد هايبر بيلروبين. ولو انت كدكتور غلط واديتها في حالات الكونجوجيتد هايبر بيلروبين تخلي الجلد ده بتاعه برونز سكين، تمام؟ الفوتوثيرابي الكومبليكيشن بتاعتها خمس حاجات جمعناهم في كلمه شد. الاس السكين بيكون فيها برونز، الاتش بيكون هيتنج وهايبر ثيرمي، الاي بيحصل اي انجري، والدي بيحصل دي هايدريشن او دايريا، واخيرا ما ينفعش نستخدم اللمبه دي لان بتبقى يوزلس. معلش برضو انا نسيت الحته دي، بيقول لك ان عشان تتجنب الاي انجري لازم تغطي العين اثناء الفوتوثيرابي. بص كده المنظر ده بتاع الطفل ده، هتلاقي الطفل ده عينه متغطيه، والطفل ده كمان عينه متغطيه، تمام؟ عشان تحميه من الاشعه الزرقاء اللي ايه بيطلع على الجهاز ده. النقطه الثالثه في العلاج معانا، وهي حاجه اسمها اكستشينج ترانسفيوجن. الاكستشينج ترانسفيوجن هي الحاجه الثالثه بعد الميديكيشن وبعد بعد الفوتوثيرابي. من ضمن الحاجات او الطرق اللي بنبدا نعالج بيها الطفل اللي عنده جوندس، تمام. ايه فكره الاكستشينج ترانسفيوجن؟ فكرته ببساطه جدا جدا في الماوس بس، ان انت بيبقى يكون عندك دم الطفل ده، ده كده دم الطفل اللي موجود جوه ده، دم الطفل ده فيه مشكله، فيه بيلروبين كتير، دم الطفل ده فيه الاربيسيز الكتير دي فيها انتي بودي عماله تهاجمها، فاحنا عايزين نتخلص من الانتي بودي الكتير دي ونبدا نتخلص من الجوندس ده. فاسهل طريقه بيقول لك مثلا لو دم الطفل ده، نفترض ان الطفل اللي قدامك ده 4 كيلو، تمام؟ في طريقه عشان تحسب بيها الحجم، الفوليوم بتاع الطفل ده، عن طريق انك تجيب الوزن بتاع الطفل ده بالكيلو جرام وتضربه في رقم اسمه 85. لما تضرب 4 في 85 هيطلع لك حوالي تقريبا 340 مللي،
يبقى الطفل ده عنده 340 دم او 340 مللي دم. ال 340 مللي دم دول مليانين ايه؟ مليانين ببلروبين، مليانين بانتي بودي. فاحنا عايزين نتخلص من ال 340 مللي دول، او نتخلص من الانتي بودي والبلروبين ده. فيقول لك اسهل طريقه ايه؟ جيب ال 340 دول وارميهم، حطهم هنا واستبدلهم بايه؟ ب 340 دم غيرهم. ده فكره الاكستشينج ترانسفيوجن، الدم اللي فيه مشكله شيله وحط في مكانه دم سليم. الموضوع ده بيتم عن طريق قسطره بتعملها في النص كده عند الامبلايكال فين. هتقول لي يعني انا هجيب دم الطفل اللي هو 340 مللي واشيله مره واحده، بعد كده اديله 340 مللي غيرهم؟ هقول لك لا، انت لو عملت كده اثناء بعد ما انت شلت منه 340 وعلى ما تديله 340 التانيين هيكون الطفل ميت. الطفل انت كده اكيد انك عصرته من الدم اللي فيه كله. احنا مش بنعمل كده، احنا بنسحب بالتدريج، بنشيل شويه شويه 20 مللي 20 مللي، هنشيل مثلا 20 مللي نخرجهم ندخل مكانهم 20 مللي. هتقول لي تمام خلاص، انا فهمت فكرتك وهشيل تدريجيا، هشيل واحده واحده. هات لي بقى ايه الطفل ده، انت قلت لي 340 مللي، 340 مللي، هات لي بقى كيس دم 340 مللي عشان ابدل بيه دم الطفل ده. اقول لك لا، احنا ما ينفعش الكلام ده، انت لازم تستخدم كميه اكبر من دم الطفل ده. يعني احنا لو دم الطفل ده 340 مللي، فاحنا بنضرب القيمه دي في 2 فتقريبا بنستخدم 680 مللي. هتقول لي ليه؟ ليه احنا بنعمل كده؟ اقول لك بص كده معايا، ده كده دم طفل ملوث، كل الكلام ده دم الطفل ده كله ملوث، تمام. فاحنا عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نديله دم نظيف، شويه دم نظيف تدريجيا، تمام، وبعديها نسحب منه شويه دم ايه؟ ملوث، وهكذا نفضل نكرر العمليه دي. فاحنا عملنا ايه؟ شلنا او دخلنا دم الطفل شويه دم نظيف. المره اللي بعد كده بقى هاجي اشيل شويه دم ملوث. جيت اشيل، بص جيت اشيل، لقيت ايه؟ شلت الحبه دول، انا شلت دم، شلت دم نظيف، شلت دم من ال 340. لا كده 340 مش كافيين، لا انا لازم اضاعف الكميه. فانا بضاعف الكميه عشان اضمن ان انا اثناء ما انا بشيل جزء من دم الطفل ده كويست برودكت او كحاجه بشيلها، يعني بعملها ريموفر، انا بشيل معاها جزء اصلا اوريدي من الدم السليم اللي انا بدخله. فعشان كده الفوليوم اللي انا بستعمله في الاكستشينج ترانسفيوجن لازم يكون ضعف الفوليوم بتاع الطفل ده. لو الطفل ده 340 فبستخدم ضعف الموضوع ده 680. وعرفنا ازاي بنحسب في الاخر الفوليوم ده. الفوليوم ده بيتحسب عن طريق انك بتجيب 2 في 85 في وزن الطفل ده بالكيلو جرام. يبقى تاني نقرا الكلام في الكتاب ازاي بنعمل اكستشينج ترانسفيوجن. بنعمله عن طريق ان احنا بنشيل دم من الطفل ده ونستبدله بدم تاني سليم بيكون مساوي ليه في الكميه. يعني ايه مساوي ليه في الكميه؟ يعني لو الطفل ده 340 مللي، لو انت سحبت لي منه 340 مللي انت ملزم ترجعه لي تاني 340، لازم ترجعه ايكوال فوليوم. تمام. الموضوع ده بيتم عن طريق امبريكال فين كاستر. الاسطره بتاعتك او التبادل او الاكستشينج ده بيتم عن طريق الامبريكال فين. بتحط فالفات كده وانت الموضوع داخل بتفتح الفالف بتاع الدخول، والموضوع خارج بتعكس الموضوع وتخلي ايه الفالف يفتح في اتجاه الخروج. من الاخر كده كله بيتم عن طريق ناحيه واحده بس في الامبريك الفين. ليه كذا تكنيك على فكره وكذا طريقه، بس هي دي الطريقه المكتوبه عندك في الكتاب. يعني مش كاتب لك اي تفاصيل عنها، اعرف انها بتتم في الامبريك الفين وخلاص. الكميه اللي انت بتستعملها في الاكستشينج ترانسفيوجن اللي هي الكميه دي بتكون ضعف وزن الطفل ده. لو وزن الطفل ده 340 فانت بتستعمل اثناء العمليه دي ضعف الوزن ده اللي هو 680. بتحسب الموضوع ده ازاي؟ عن طريق انك بتجيب 2 في 85 في وزن الطفل ده بالكيلو جرام. اتفقنا ان 2 دي بنستعملها عشان احنا خايفين ان انا اثناء ما انا بعمل بسحب شويه الدم الملوث بتاع الطفل ده هسحب معاه كمان دم سليم. واتفقنا ان ال 85 في وزن الطفل ده دي الطريقه اللي انا بحسب بيها اصلا الفوليوم بتاع الطفل ده في الطبيعي. في الطبيعي النوع البرود اللي انا بستعمله بيكون الدم يكون فريش، عكس فريش ان هو يكون ستورد. انت ما بتستعملش دم ستورد، انت عايز تستعمل دم فريش نظيف دم سليم. فصيله الدم اللي انت بتستعملها هنا بتبقى او نيجاتيف. اشمعنى او نيجاتيف؟ لان او نيجاتيف ما عليهاش اي انتج، انت هتدي للطفل ده دم، تمام. فانت لو اديت للطفل ده دم عليه مثلا ايه انتجين، ايه انتيجين، هيقوم الطفل ده على طول ايه مطلع له انتي بودي ويقوم يكسر الاربيسيز دي، فما استفادش بالاربيسيز دي باي حاجه. فانت لازم تديله اربيسيز نيجاتيف واو عشان ما يبقاش عليها اي انتيجين خالص. مده الموضوع ده بتستمر تقريبا لمده ساعتين. هدفك من الاكستشينج ترانسفيوجن دي انك تعالج الانيميا. لو الطفل ده عنده الاربيسيز بتتكسر لاي سبب فانت بتعالج الموضوع ده. كمان انت بتبدا تشيل الانكونجوجيتد بيلروبين او تشيل الانتي بودي اللي بتبدا تكسر الاربيسيز دي وتدخل الطفل ده في انيميا. دي رسمة أوضح شوية للإكستشينج ترانسفيوجن. في دم داخل الطفل ده عن طريق الأمبريكال فين، في دم خارج من الطفل ده عن طريق برضه الأمبريكال فين. كل الكلام تتحكم فيه عن طريق فالفات هنا في النص.
دلوقتي هنخش في الكومبليكيشن بتاع الاكستشينج ترانسفيوجن. خلي بالك ان انت تلجأ للاكستشينج ترانسفيوجن ده حل اخير خالص خالص لو انت فشلت في الفوتوثيرابي، فشلت في الميديكيشن، الطفل ده الحاله بتاعته سيفير جدا، محتاج ضروري ضروري اكستشينج ترانسفيوجن. لان الاكستشينج ترانسفيوجن محتاج دكتور شاطر، ولو هو الدكتور مش شاطر او في اي مشاكل بتحصل فيه بتدخلك في كومبليكيشن كتير طويله عريضه بالمنظر اللي قدامك ده كله. ايه هي الكومبليكيشن دي؟ بنقسمها اول صنف معانا صنف ميتابوليك، وفي اصناف تانيه بالازرق كده ماشي. الصنف الميتابوليك ده كله معتمد على فكره انك بتدي، بتحط في الدونر بتاع البلد اللي انت بتديه للطفل ده، بتحط ماده اسمها اسيد ستريت ديكستروز. اسيد ستريت ديكستروز الماده دي بتديها للطفل، كل جزء من الماده دي بيعمل مشكله. الاسيد يعمل لك ايه؟ يعمل لك اسيدوز. الستريت ده عارف هو الستريت ده عباره عن ايه؟ مش عارف، مش مهم. الستريت ده يرتبط بالكالسيوم، فيبدا يعمل ايه؟ يقلل الفري كالسيوم. هو عمال يمسك في الكالسيوم يمسك في الكالسيوم، فالفري كالسيوم يبدا يقل فيدخلك في ايه؟ فيدخلك في هايبو كالسيميا. الديكستروز ده سكر، سكر كتير سكر كتير سكر كتير سكر كتير، اللي يحصل الجسم يخش يطلع انسولين على طول، الانسولين ده يقوم مدخل السكر ده جوه الخلايا ويعمل لك ايه؟ يعمل لك هايبو جلايسيميا. الهايبو جلايسيميا بتحصل كنتيجه للهايبر جلايسيميا اللي حصلت عن طريق الديكستروز، فهي كنتيجه نهائيه بيحصل هايبو جلايسيميا. الاول بيحصل هايبر جلايسيميا، بعد كده في الاخر بتقلب هايبو جلايسيميا بسبب الانسولين اللي طلع ده. تمام. النقطه الاخيره وهي الهايبر كاليميا. الهايبر كاليميا ممكن تحصل ببساطه لان انت الستورد بدل ما تستخدم، بدل ما تستخدم فريش بلود بيستخدم ستورد بلود، والستورد بلود ده ممكن يكون فيه بوتاسيوم عالي، او ممكن يكون حاصله نتيجه الميتابوليك اسيدوزس اللي حاصل او الاسيدوزس اللي حاصله. انت عندك اسيدوزس حاصله ليه؟ بسبب الاسيد تريت. تمام. الاسيد ده بيعمل لك اسيدوزس. تمام. ايه بقى اللي هيدخل اي علاقه ده بالهايبر كاليميا؟ في ميكانيزم كده مشهوره بيبقى عندك ان كده الدم ودي كده الخلايا. تمام. الخلايا عارفين انها متعبيه ايه؟ متعبيه بوتاسيوم. الدم ده مليان، بنتكلم على حاله الطفل ده، الدم ده مليان ايونات الهيدروجين، فيها اسيدوزس. في بقى بامب موجوده هنا في الجسم اسمها هيدروجين بوتاسيوم بامب. البامب دي بتشتغل عشان تعالج الاسيدوزس دي. بتقول لك فكره حلوه قوي، ما ندخل الهيدروجين ده جوه الخلايا عشان نعالج الاسيدوزس ونخرج مكانه بوتاسيوم. فالبوتاسيوم ده بيدخلك بقى، موجود بوتاسيوم هنا في الدم اهو، البوتاسيوم الموجود في الدم ده يدخلك في هايبر كاليميا. تمام. يبقى اربع حاجات ميتابوليك: هايبو كالسيميا، ميتابوليك اسيدوزس، هايبو جلايسيميا، هايبر كاليميا. خلي بالك بس ان ممكن تنساها، هي ان الستريت بيبدا يدخلك في ايه؟ في هايبو كالسيميا، لانه بيبدا يمسك في الكالسيوم. النقطة التانية، في نقطتين مرتبطين ان او ثلاث نقط مرتبطين بان انت بتستخدم ستورد بلاد. الستورد بلاد ده ممكن يكون ناقص فيه اكسجين فيدخل في الطفل ده في هايبوكسيا. الستورد بلاد ده ممكن يكون ناقص فيه بليتلت فيدخل الطفل ده في ثرومبوسيتوبينيا. يبقى كده عندك ثلاث نقط ليهم علاقة بالستورد بلاد: رقم واحد الهايبوكسيا، رقم واحد الثرومبوسيتوبينيا، رقم ثلاثة اللي كانت موجودة ورا اللي هي الايه؟ اللي هي الهايبر كاليميا. النقطة الواحد اتنين تلاتة الرابعة، النقطة الرابعة امبوليك مانيفستيشن. ممكن يحصل الطفل ده امبلوي، انت دخلت بكاستر جوه الفين، فممكن الدخلة دي تعبي هواء، تعبي هواء جوه الفين، تعمل لك حاجة اسمها اير امبوليزم، يكون الطفل منظر بلود فيزل مسدود بشوية هواء بالمنظر اللي قدامك ده. او ممكن انت تبدأ تعمل انجري للاندوثيليوم بسبب الكاستر ده، فيحصل يكون جلطة، الجلطة دي تبدأ الدفعة بتاعتنا بترتفع، على بترتفع على اخطار الدفعة. طيبين. المهم هنا فين؟ بيحصل دامج للاندوثيليوم ده، فبيتكون جلطه، الجلطه دي تبدا تسد وتدخلك في ايه؟ في امبلوي. تمام. بيحصل ثرومبوزس الاول، الثرومبوز ده بيبدا يطلع منه جلطات يعمل لك امبلوي. تمام. اخيرا انت عندك، مش اخيرا لسه، اكستشينج ترانسفيوجن ده انت بتدخل دم وبتخرج دم، فطبيعي ان يحصل الكومبليكيشن بتاعت البلود ترانسفيوجن اللي هي الانفكشن، سيتوميجالو فيروس واتش اي في بقى وهيباتيتس والاورجانيزمات اللي انت عارفها دي كلها. في النقطة اللي قبل الأخيرة، هارت فيلير ممكن يحصل. أنت بدل ما كنت، خلينا على نفس المثال بتاعنا، بدل ما كنت بتدي للطفل ده 340، قلت أنا هكون كريم مع الطفل ده جدا، أديله 600. 600 إيه يا عم؟ القلب ده مش هيعرف يضخ الكلام ده كله. يحصل هارت فيلير على طول، بيحصل فوليوم أوفرلود، أو ممكن يكون كنتيجة للهايبر كاليميا اللي حصلت قبل كده. الهايبر كاليميا بتدخلك في هارت فيلير. النقطة الأخيرة، بورتال فين ثرومبوزز. دلوقتي أنت داخل على بالقسطرة بتاعتك على الأمبريكال فين، عملت إنجري في الأمبريكال فيزل، فعملت ثرومبوزز. الثرومبوزز دي ممكن تطلع 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 لحد ما توصل للبورتال فين، تعمل لك بورتال فين ثرومبوزز. الموضوع ده بيدخلك في بورتال هايبر تنشن كليت كومبليكيشن. اعرف بس إن بورتال هايبر تنشن ممكن يحصل متأخر. تمام. يبقى كده الكومبليكيشن ميتابوليك
بيحصل هايبوكالسيميا، بيحصل ميتابوليك اسيدوز، بيحصل هايبوجلايسيميا، بيحصل هايبركاليميا، قلنا السر بتاع الكلام ده كله اسيد سيتريت ديكستروز. اسيد دخلك اسيدوز، سيتريت دخلك في هايبوكالسيميا، ديكستروز تدخلك في هايبوجلايسيميا. ونفتكر من الاسيد نفتكر الهايبركالمية اللي بتبدا تحصل، او ممكن نفتكر ان الستورد بلود بيبدا يدخلك في هايبركالمية، كمان بيبدا يدخلك في هايبوكسيا، كمان بيبدا يدخلك في ثرومبوسايتوبينيا بسبب نقص البليتلت ونقص الاكسجين اللي موجود في الار بي سيز دي. معلش، ونقص نقص عدم مقدره الار بي سيز دي لانها ار بي سيز تعبانه انها تبدا تعمل اكسجين ديليفري، فنقص الاكسجين ديليفري. سرحان شويه. واخيرا شويه امبلوي تفتكر معاها البورتال فينس ثرومبوزس اللي ممكن تدخلك بعد كده في بورتال هايبر تنشن وانفكشن. طبعا دي اساسيه انك تقدر تفتكرها سهله بسبب الدم اللي داخل والخارج، والهارت فيلير بسبب الفوليوم الكتير اللي حاصل اللي صعب، او انت الدكتور اللي كان كريم جدا وادى للطفل ده دم كتير فالهارت ده فشل عشان يتعامل مع الفوليوم ده. النقطة الأخيرة وهي بيقول لك فيها إن الإكستشينج ترانسفيوجن ما ينفعش تعمله في طفل هيلسي حتى لو عنده هايبر بيليوريميا والحالة بتاعته سليمة، فما ينفعش تعمله لما الإكستشينج ترانسفيوجن. في الآخر يعني الطفل ده لازم تعمله في الحالات السيفير جدا، الحالات اللي بيكون فيها الهيموليز السيفير جدا، فساعتها بتبدأ تستعمله الإكستشينج ترانسفيوجن. تمام، اللي أنت بتلجأ للإكستشينج ترانسفيوجن كحل أخير. نقطة بس أخيرة قبل ما نقفل موضوع الاكستشينج ترانسفيوجن، هو سؤال ممكن تسأله لنفسك، هو ما دام الأسيد سيتريس ديكستروز ده احنا بيعمل المشاكل دي كلها، أنا بستخدمه ليه أصلا طالما يعمل المشاكل دي كلها، أو موجود مع في الدم ليه أو في الدونر بلاد ليه؟ بص، الدم ده بيتخزن، تمام؟ فالدم لما يتخزن ده ممكن ينجلط بسهولة جدا، فاحنا لازم ندي نحط فيه أنتيكوجولانت، مواد تمنع التجلط بتاع الدم ده، عشان لما يتخزن لفترة طويلة أو لما يبقى خارج كده من، فاهم، خدت عينه وكيس دم ده، كيس الدم ده مش عايزينه يتجرد، فبنستخدم حاجه اسمها انتيكوجلانت زي اسيد سيتريت كوستيروز، دي اشهر حاجه وده اللي بيدخلك بعد كده في كل المشاكل دي. تمام، دلوقتي عرفنا الثلاث طرق بتوع العلاج بتاع الجوندس، نعالج ازاي بقى او نعالج بايه بالظبط؟ بناء على جداول كتير معموله، تمام، وحاجات معقده كده شويه مالناش دعوه بيها، بنبدا نحط الطريقه اللي هنبدا نعالج بيها. تمام، والطريقه دي بتعتمد على أربعة فاكتور أساسيين. الليفل بتاع البيلروبين ده، الليفل البيلروبين ده 20 30 40 وهكذا. الأونسيت بتاع الجولدس، يا ترى الجولدس ده بدأ في أول يوم، يعني هتكون الأسباب مثلا أر إتش وأي هيموليتيك ديزيز مثلا زي السيلوسايتوزس وغيرهم، ولا مثلا في تاني يوم وتالت يوم ممكن يكون فيسيولوجيكال وهكذا. الإيدج بتاع الطفل ده، عمر الطفل ده قد إيه؟ الريسك فاكتور. عشان تفتكر الأربعة أيتم دول افتكر كلمة بولر. بولر، تمام. البي بالروبين والاو بالانست واللي مش معانا والاي الامج والار الريسك فاكتور. تمام، بيقول لك هنا ان في جداول معموله تحديدا عشان تقدر تحدد بالظبط انت عند اي ليفل من البيلروبين تبدا تعالج، وتبدا تعالج بايه بالظبط؟ بالفوتوثيرابي مثلا او بالاكستشن ترانسفيوجن. ده النموذج للدياجرامات والجداول اللي تبقى معموله، مثلا بيبقى محطوط هنا الايدج هنا ومحطوط هنا البيلروبين ومقسمهم للزونز على حسب الريسك بتاع كل واحد وهكذا. المرض اللي جاي هي حاجه اسمها كرونيكتراس. الكرونيكتراس اتكلمنا عليه كتير جدا جدا، خلي بالك الكرونيكتراس ده مرض نادر جدا 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 ومرض خطير جدا جدا جدا، وتقريبا كده تقدر تقول عليه ان هو ملهوش اي علاج. ايه مشكلتنا بقى في الكرونيكتراس ده؟ مشكلتنا في الكرونيكتراس هو زياده الان كونجوجيتد بيلروبين. الان كونجوجيتد بيلروبين ده بيبدا يزيد. الان كونجوجيتد بيلروبين ده ماده توكسيك. توكسيك لمين؟ توكسيك للخلايا بتاعه البرين. فالانكونجوجيتد بيلروبين ده موجود في الدم، بيبدا يوصل من الدم يوصل للخلايا بتاعه البرين ويعمل لها دامج. خلي بالك الانكونجوجيتد بيلروبين ده موجود في الدم عندي وعندك، طب ليه مش بيوصل للبرين ويعمل له دامج؟ لسببين ما لهمش ثالث. السبب الاولاني هي ماده الالبيومين، السبب الثاني هو وجود البلاد برين بارير. الالبيومين ماسك في الانكونجوجيتد بيلروبين، لو حصل لاي سبب نقص الالبيومين الانكونجوجيتد بيلروبين ده يزيد يوصل للبرين بيعمل لك دامج للخلايا ويدخلها في كرونيكتراس. السبب الثاني هو البلاد برين بارير. خلي بالك ان البلاد برين بارير ده ممكن يعدي المواد اللي هي فات سوليبل زي الانكونجوجيتد بيلروبين. الانكونجوجيتد بيلروبين ده عشان هو فات سوليبل يقدر يعدي من البلاد برين بارير ويوصل للبرين، بس عشان البلاد برين بارير ده بارير فبيقدر يقاوم الماده بتاعت الانكونجوجيتد بيلروبين ده ويتصدى ليها ويقدر يمنعها انها تروح للبرين وتعمل له دامج. فتخيل كده معايا لو حصل عندك دامج في البرين بارير ده اللي كان بيحمينا من الانكونجوجيتد بيلروبين، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الانكونجوجيتد بيلروبين بيوصل للبرين ويعمل لك كرنكتراس. فتاني السببين نقص الالبيومين دامج في البلاد برين بارير. تمام،
فبيقول لك التعريف بتاعك هي نيورولوجيكال سيندروم، لان فيها الانكونجكتد بروبين ده هيوصل للخلايا بتاعت البرين ويعمل لك برين دامج عن طريق انه يعدي عن طريق البلود برين بارير. انت بتقول على العيان ده ان هو عنده كورنيك تراست، لو زاد عنده الانكونجكتد بروبين اعلى من 18 واعلى من 16، اعلى من 18 في الفول تيرم واعلى من 16 في البري تيرم. ايه الاسباب اللي خلت العيان ده يجي له كورنيك تراست؟ قلت لك ان هما سببين ما لهمش تاني. رقم واحد دامج في البلاد برين بارير، رقم اتنين نقص في الالبيومين، ادي نقص في الالبيومين تمام خلصنا منه. رقم اتنين دامج في البلاد برين بارير عن طريق الاربع حاجات دول، نقص الاكسجين، نقص الاكسجين هيبدا يموت الخلايا بتاعه البلاد برين بارير وتبدا يحصل تخليه يحصل له دامج ويدخلك في كرينيك تراست. نفس الكلام نقص السكر هيدخلك في كرينيك تراست عن طريق انه يعمل دامج للخلايا، السبتسيميا والاسيدوز الاثنين دول هيعملوا دامج دايركت للخلايا على طول بتاعه البارير ويدخلوك في كرينيك تراست. العلاج بتاعنا في الكرينيك تراست هو مش علاج على قد ما هو احنا بنحاول نعمل بريفنشن للزياده بتاعه الانكونجوجيتد هايبر الانكونجوجيتد بالروبين عن طريق الفوتو ثيرابي وعن طريق الاكسشينج ترانسفيوجن. كمان احنا عايزين نتجنب البريديسبوزنج فاكتور اللي ممكن تدخلك في كرينيك تراست زي الهايبوكسيا، زي الهايبوجلايسيميا، زي السبتسيميا، زي الاسيدوزيس، وزي كمان نقص الالبيومين. تمام، دلوقتي الموضوع ده او الطفل ده دخل في خلاص في كرينيك تراست وبقى عنده برين دامج ودخل عندك في سي بي، بتبدا تعالجه على حسب الاي كيو ليفل. نخش دلوقتي نتكلم على الكلينيكال بيكتشر، ما تنساش قبل ما نتكلم في التفاصيل بتاعت الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكلينيك تراست، ما تنساش ان عيان الكلينيك تراست ده ما هو الا عيان جوندس اتحول بعد كده ان البلروبين وصل للبرين وحصل له دامج. فانت في الاول عندك جوندس هيكون ظاهر على السكين، هيكون ظاهر على الكونجكتيفا، هيكون ظاهر عند الميوكاس ميمبرين، هتلاقي جسم الطفل ده كله اصفر. الموضوع ده اللي اعراض الكلينيك تراست بنقسمها على اربع ستيج. الستيج الاولانيه بيكون فيها شويه بلوتروما خفيفه، هي مش خفيفه قوي بس هي مقارنه باللي جاي خفيفه. الاستيج الثانيه بيحصل فيها هايبرتونيا عنيفه جدا، وخلال الاستيج دي ممكن الطفل ده يبدا يموت. الاستيج الثالثه الطفل ده حالته بتبدا تتحسن تدريجيا كده، والاستيج الرابعه بتكون هي البيرمننت دامج للخلايا، بتكون الخلايا بتاعه البرين حصل لها دامج تماما وبيخش الطفل منك في سيريبرال بولسي. تعالى كده نتكلم على التفاصيل اللي في النص. قلنا اللي في الاستيج الاولانيه بيكون الطفل ده عنده تقريبا كده تقدر تقول عليها حاجه اسمها هايبوتونيا، الطفل ده مرخي تماما، جسمه كله مرخي، مش عارف يرضى، الريفلكسات بتاعته ضعيفه، درجه حراره الطفل واقعه، وعنده ليزرجي وعنده اريتابيليتي. في الاستيج الثانيه الطفل ده بيكون عنده هايبرتونيا عنيفه اللي بنقول عليها حاجه اسمها ريجيديتي، بيقول لك جنرالايز ستيفنس، كل جسم الطفل مخشب، هتلاقي عنده الظهر بتاع الطفل ده مخشب جامد جدا، فبتلاقي عنده بيحصل له حاجه اسمها ارشنج للباك، بتقول عليها حاجه اسمها اوبستوتوناس. كمان الطفل ده عنده كونفرجن، وقلنا ان الطفل خلال هذه المرحله ممكن يبدا يموت. في الاستيج الثالثه بيبدا الاعراض تخف شويه، الريجيديتي تبدا تخف، والجنرال كونديشن بتاعت الطفل تبدا تتحسن. في الاستيج الرابع هي النهايه بتاعت الطفل دي او النهايه بتاعت البرين، البرين بتاعه بيبدا يحصل له دامج بيخش معاك في سريبرال بولسي. الموضوع ده بتقول عليه حاجه اسمها بوست كرونيك تراست، بيجي لك بثلاث اعراض مكتوبين عندك في الكتاب، في اكتر من كده طبعا بس دي اللي مكتوبين عندك. حاجه اسمها كوريو اسيتوزيس، كوريو اسيتوزيس من اللي بتحصل بسبب الدامج اللي حاصل في المنطقه بتاعت البيزال جانجليا. هي مقطعين، كوريو جاي من كوريا واسيتوزيس جاي من اسيتوزيس، الاثنين حركتين منفصلين. منتال ريتارديشن، انت حاصل عندك دامج للبرين. ديفنس، لان كمان بيحصل معاك دامج ديفنس لان حاصل كمان عندك دامج للاوديتوري سنتر اللي موجود في البرين ستيم. انا الحمد لله خلصت نص شابتر نيو بورد، اللي اتبقى ان شاء الله مش هيكون صعب. نحاول انت بس تذاكر اللي فات كويس جدا، والفاجئ الجاي ان شاء الله يكون اسهل بكتير من الجزء اللي كان في الاول ده. يلا مع السلامه.